بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. سهرة خاصة من برنامج الأهلي ليلة في شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان طبعا بالتأكيد أيامه كلها بتبقى أيام سعيدة، لكن بسرعة الأيام الحلوة كده بتجري وما بنلحقش كده نعيش مع الأجواء الرمضانية، وما بنلحقش كمان نقضي الأجواء الرمضانية بشكل كبير جدا. لكن الميزة كمان في رمضان في السهرات الرياضية والدورات الرمضانية ومباريات كرة القدم بتحلي كمان الدنيا أكتر في شهر رمضان والسهرات الخاصة مع الأسر والعائلات. النهاردة حلقة خاصة من برنامج الأهلي الليلة هنتكلم فيها في العديد من الأخبار المهمة جدا للمرحلة القادمة. عندنا الفريق الأول بيستعد بكل جدية لمباراة نادي الإسماعيلي في الدوري العام، إن شاء الله مباراة مهمة جدا يوم الأربعاء القادم على استاد برج العرب. أيضا كمان عندنا عدد من الأخبار المحلية والأخبار العالمية. عندنا كمان فريق كرة اليد للنادي الأهلي بيخوض في هذه اللحظات مباراة في كأس مصر أمام فريق سبورتنج، هنتابع بالتأكيد لحظة بلحظة نتيجة هذه المباراة. بالإضافة لكده الفقرة الحوارية الأخيرة في برنامج الأهلي ليلة هيشرفنا النهاردة وينورنا فيها الكابتن صديق الجمال عضو لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي ونجم النادي الأهلي الأسبق، هيكلمنا عن دور اللجنة في التوقيت الحالي والاستعداد للمرحلة القادمة، وأيضا ذكرياته مع شهر رمضان وإطلالة كده بشكل مباشر على مباريات كرة القدم المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية. والحديث بالتأكيد هيكون بتفاصيل أكتر عن مباراة النادي الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري العام. طبعا خلال الفترة الحالية يمكن الكل بيستعد لمباراة الإسماعيلي، الجهاز الفني واللاعبين بشكل عام في استعداد خاص لمباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم على استاد برج العرب. في التوقيت الحالي كمان في تدريب يومي لفريق النادي الأهلي على ملعب مختار التتش بي الجزيرة، استعدادات متواصلة للتجهيز لهذه المباراة. كلنا عارفين أن النادي الأهلي في صدارة الدوري العام ب 73 نقطة بعد انتصارات عديدة خلال المباريات الأخيرة، وهناك حافز قوي لدى الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الانتصار في المباراة القادمة والسعي نحو تأكيد الصدارة. 76 نقطة هو الغاية بالنسبة للنادي الأهلي بعد مباراة الإسماعيلي، ثم بعدها إن شاء الله مباراة المقاولون العرب إن شاء الله يوم 28 من شهر مايو الجاري، ثم ننتظر فيما بعد الجزء المتعلق بشكل أو نهاية الدوري العام يا رب خلال الفترة القادمة. طبعا كمان عندنا رؤية مهمة جدا لبطولة الأمم الإفريقية. خلال الساعات الأخيرة كان في الإعلان عن تميمة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وخلاص احنا بنتكلم في ايام قليله جدا بدا العد التنازلي لانطلاق كاس الامم الافريقيه. البطوله ان شاء الله هتنطلق في الفتره من 21/6 حتى 19/7، فبنتكلم في خلاص في اقل من 30 يوم الاستعدادات الفنيه، الاستعدادات الاداريه، استعدادات افتتاح الملاعب وتجهيز الملاعب، حفل الافتتاح، حفل الختام، الاعلان عن التميمه اللي من خلالها بالتاكيد هيكون في تسويق لهذه التميمه من خلال التذاكر والفان اي دي الخاص بالمشجعين اللي هيكونوا حريصين على الحضور في هذه البطولة الكبيرة. إذن عندنا أحداث رياضية عديدة جدا خلال الفترة القادمة داخل مصر تحديدا، سواء على المستوى المحلي ومسابقة الدوري العام ومشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري العام اللي خلاص بيقترب للفوز بهذه البطولة بشكل كبير جدا، ثم بعد ذلك البطولة الإفريقية كأس الأمم لمنتخبنا الوطني، واللي بالتأكيد خلال الأيام القادمة بننتظر إعلان القائمة النهائية من الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة خفير أجيري. لا صوت يعلو على الاستعداد أو على صوت الاستعداد لمباراة الإسماعيلي إن شاء الله. هي مباراة بتحمل العديد من المعاني، أبرزها الاستمرار والاقتراب خطوة جديدة وكبيرة من أجل الاحتفاظ باللقب خلال الفترة القادمة. هذا اللقب هو المحبب لجماهير النادي الأهلي بطولة الدوري العام. الأهلي سبق لي الفوز بالدوري العام ل40 مرة، لكن الفوز بالبطولة السنة دي لتفاصيل وليه خصوصية أكتر عند جمهور النادي الأهلي وعند النادي الأهلي تحديدا. بطولة صعبة، بطولة قوية، لكن بالتأكيد الكل حريص على أنه هو يحقق المكسب والانتصار في هذه البطولة. تحقيق الفوز على الإسماعيلي بيأتي بعد فوز في 5 مباريات متتالية خلال الفترة الأخيرة، الفوز على المصري، الفوز على سموحة، الفوز على إنبي، آخر فوز كان على إنبي بثنائية نظيفة، والأهداف اللي بتحرص فيه توقيت قاتل بتدي إحساس كده وناحية معنوية لدى لاعبي النادي الأهلي إن البطولة السنة دي هتكون بطولة مختلفة. وبالطبع الاستعدادات مختلفة لهذه المباراة، في ظروف معنوية بالتأكيد بتشهد روح وإصرار كبير جدا من لاعبي الفريق خلال الفترة القادمة للتمسك بأحقيتهم في الدفاع عن اللقب، وهي الروح اللي قادتهم للعودة للصدارة بتحقيق الفوز في كل المباريات خلال الفترة الأخيرة بعد ما كان الأهلي في مراكز متأخرة نتيجة تأجيل لعدد من المباريات. لكن بعد ضغط عدد كبير جدا من المباريات استطاع النادي الأهلي أن هو يصل إلى المقدمة وينفرد بالصدارة ويبتعد في النقاط عن أقرب المنافسين.
الطموح والروح بتفسرها وبتنقلها الجدية الواضحة والتركيز الشديد الواضح من اللاعبين في التدريبات. وزي ما احنا شايفين قدامنا على الصورة دي لقطات من تدريبات النادي الأهلي بالأمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة. يمكن الفريق كنا عارفين ان هو بعد المباراة الأخيرة امام انبي كان خد أجازة يوم الجمعة، استأنف التدريبات على طول من يوم السبت. النهارده الاثنين خلاص، بكره الثلاث التدريب الاخير، والفريق هيخش معسكر وهيسافر الى الاسكندريه ويدخل معسكر في برج العرب استعدادا لمواجهه الاسماعيلي. النادي الاهلي دايما بيقاتل حتى النهايه، لا يعرف الا طعم البطولات ولا ينظر الى اي اقاويل تعرقله عن الاستمرار في مسيرته نحو البطولات، وهذه المعتقدات هي المترسخه في يقين جماهيره ولاعبيه ومسؤوليه. في تصريحات كانت مهمة خرجت النهاردة، كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن الفريق بيتخطى محطات صعبة في بطولة الدوري، لكن في النهاية الفريق بيلعب على بطولة، فكل مباراة بياخدها النادي الأهلي ليست نهاية ولكن بداية لمحطة جديدة يستعد لها الفريق بكل قوة بحثاً عن الفوز باللقب. أضاف الكابتن طارق أن هناك ثلاث محطات متبقية للأهلي من أجل حسم اللقب، وتركيزنا في الوقت الحالي ينصب على مباراة الإسماعيلي التي تقام مساء بعد غد الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع 18 في بطولة الدوري العام. كلنا عارفين أن مباراة الإسماعيلي هي مباراة مؤجلة، ليست ضمن مباريات الجولات الحالية للدوري العام، لكن هي مباراة مؤجلة ومباراة مهمة جدا. الإسماعيلي كمان الفترة الأخيرة ظهر بشكل جيد، عمل مباراة كبيرة أمام نادي الداخلية وفاز بهدفين مقابل لا شيء، ومن هنا بتأتي أهمية هذه المباراة. شدد أيضا كمان مدرب حراس الأهلي على أن تقييم مباريات الأهلي والإسماعيلي لا يتوقف عند حالة الفريقين قبل أي مباراة أو ترتيبهم في جدول المسابقة، كما هو الحال عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك، فدائما ما يقدم الإسماعيلي مباريات قوية أمام النادي الأهلي هو ما يؤكد على أن اللقاء لن يكون سهلا على الفريقين، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي ويواصل حصد الثلاث نقاط. تحدث الكابتن طارق سليمان أيضا على أن الإسماعيلي لديه دوافع معنوية في هذه المباراة بعد الفوز على الداخلية، لكن الأهلي أيضا يلعب على بطولة، ومن هنا تأتي صعوبة وقوة المباريات التي يخوضها الفريق. اختتم مدرب حراس الأهلي تصريحاته قائلا أنه لا يوجد فوز سهل حاليا، خاصة مع الوصول إلى المباريات الأخيرة في بطولة الدوري العام، ولكن في النهاية أمام الأهلي ثلاث محطات يرغب في تجاوزها من أجل الفوز باللقب، البداية بمحطة الإسماعيلي والتي تستحوذ على فكر الجهاز الفني واللاعبين في الوقت الحالي، ثم بعد ذلك مباراة المقاولون العرب يوم 28 مايو ولقاء الزمالك في الأسبوع الأخير في جولة 34. زي ما قلنا لكم الأهلي استأنف تدريبات واستعدادا لمواجهة الإسماعيلي، ودي لقطات من تدريب الأمس، لكن تدريب الأهلي بدأ منذ قليل على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وطبعا هنتابع بالتأكيد تدريبات فريق النادي الأهلي وحالة اللاعبين والجاهزية الفنية واحتمالية الشكل النهائي للقائمة اللي هيختارها مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي قبل التوجه غدا للإسكندرية إن شاء الله لخوض معسكر في برج العرب استعدادا لمواجهة الإسماعيلي. قدامنا لقطات شايفين رمضان صبحي، محمد هاني، أحمد حمودي، عدد من اللاعبين، محمد حسام عاشور في التدريبات الجماعية، عدد من اللاعبين إن شاء الله يكونوا جاهزين متواجدين في التدريبات الفترة القادمة. شايفين كمان ناصر ماهر، هشام محمد، حسين الشحات، إن شاء الله تكون في جاهزية كاملة لكل لعيبة خلال المباريات القادمة. كل لاعب بالتأكيد ليه دور مع الفريق خلال الفترة القادمة، أيمن أشرف كمان والقناع اللي بركبه بالتأكيد على وجهه، يمكن ده نتيجة الكدمة قوية أو الخبطة القوية اللي خدها في وجهه، فبالتالي قناع طبي بيرتديه حرصا على سلامته في المباريات القادمة في الدوري العام. الجهاز الفني بيؤكد جاهزية أحمد الشيخ، يمكن في سياق متصل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي أكد جاهزية أحمد الشيخ من الناحية الطبية بعد مشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس على ملعب التتش. أحمد الشيخ كان اشتكى من إصابة في الظهر وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وتأكدت جاهزيته أمس بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي بصورة طبيعية. مارتن لاسارتي بيسعى إلى تجهيز كل اللاعبين خلال الفترة القادمة للمحطات الأخيرة والمحطات النهائية في الدوري العام، بالتأكيد كل لاعب وكل اللاعبين لما يكونوا جاهزين للمباريات القادمة هيكون من حسن حظ الجهاز الفني عشان يختار أفضل اللاعبين وأفضل تشكيلة يقدر يلعب بيها المباريات القادمة. جونيور أجاييه جاهز أيضا لمباراة الإسماعيلي، ومن اللاعبين اللي غابوا عن المباراة الأخيرة أمام إنبي نتيجة الإصابة. جونيور أجاييه من اللاعبين المتميزين، لاعب نيجيري محوري
في خط هجوم فريق النادي الاهلي ممكن بيتعرض لسوء توفيق خلال الفتره الاخيره، لكن لاعب لا غنى عنه في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي في المباريات القادمه، بات لائقا تماما للتواجد ضمن الحسابات الفنيه للمباراه. طبعا على الجانب الاخر عندنا لاعبين مصابين لن يلحق بمباريات الدوري في الفتره الحاليه، نتيجه ان الاصابه ستاخذ مساحه من الوقت وبالتالي لن يلحق المباريات القادمه زي سعد سمير وكريم ندفد. لكن لمزيد من التفاصيل والاطمئنان على حال الفريق والاستعداد لمباراه الاسماعيلي بينضم لي دلوقتي على الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش. مساء الخير يا شريف. نور زميلي محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ورمضان كريم يا محمد. رمضان كريم عليك يا شريف وكل سنة وأنت طيب. طيب. بالفعل زي ما قلت التمرين فعلا يعني شغال من التاسعة والنصف مساء، وزي ما قلت فعلا كريم ندفد وسعد سمير خلاص يمكن الموسم بتاعهم انتهى مع النادي الأهلي، بيتأهلوا كل يوم برنامج تأهيلي وفي كونتاكت مفتوح مع الطبيب في ألمانيا، لكن طبعا يعتبر موسم انتهى مع النادي الاهلي، اتمنى لهم باذن الله الشفاء والرجوع سريعا للنادي الاهلي. اتفضل لو في اي تفصيله معاك. طيب اولا حاله اللاعبين الجاهزيه للمباراه القادمه، كل اللاعبين موجودين قدامك في المران الجماعي ولا في غيابات او تدريب في تخصص لعدد من اللاعبين في الاستعداد لمباراه الاسماعيلي؟ طيب هو التمرين زي ما قلت لك بدا في التاسعة والنصف، وكان في محاضره من مستر لاسيركي ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ وباقي الجهاز الكابتن محمد يوسف الكابتن سامي قمصان وباقي الجهاز بالكامل، يمكن يتكلموا على اللعيبه حوالي 10 دقائق بقى عن التركيز في مباراه الاسماعيلي، حذروا من خطوره الاسماعيلي، طبعا اتفرجوا على فيديو على فيديوهات لكذا مباراه من الاسماعيلي مجمعه كده اهوت، واتكلم على الاسماعيلي ان هو ممكن يبقى جاي حابب يعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، لازم ياخدوا بالهم لازم يخلصوا الجيم بدري. كان في طبعا قبول من لاعبي النادي الاهلي في هذه المحاضرة اللي استمرت حوالي 10 دقائق، يمكن بعد هذه المحاضرة كان في إحماء وكان في تدريبات بدنية، والآن مستر لاسيركي مقسم اللاعبين لمجموعات 4 ضد 4، الضغط واللمسة الواحدة، والمناسبة زي ما أنت قلت من شوية أشعية لاعب محوري شايفه قدامي ما شاء الله نمسك خشب متألق بيأدي بأداء بيعلن جاهزيته لمباراة الإسماعيلي، الكل بيشارك، يمكن أحمد الشيخ هو أيضا بيشارك، أيمن أشرف ما زال يعني بيرتدي القناع في الوجه، يعني معنى كده بكره هيكون بيرتدي القناع او يوم الخميس يوم الاربعاء في مباراه الاسماعيلي، لان طبعا ايمن اشرف لما يكون في تمرين في اي احتكاكات ولا حاجه النهارده بيبقى في تقديمه، فطبعا بيبقى حريص بيلبس القناع زي ما قلت لك، الكل بيتمرن الكل اعلن جاهزيته لمباراه الاسماعيلي. على الجانب الاخر طارق سليمان والثلاث حراس الشناوي واكرامي ومصطفى شوبير، يمكن علي لطفي ما زال في تدريبات الجيم، يمكن علي لطفي خارج مباراة الإسماعيلي مع كريم. إيه طبيعة إصابته يا شريف؟ إيه طبيعة إصابة علي؟ إيه طبيعة إصابة علي؟ علي عنده زي شد في رجليه كده اهوت، وخلاص علي في الجيم دلوقتي، يعني علي ممكن ينزل بدأ يجري في الجيم. علي ممكن ينزل وبدأ يجري تمرينات خفيفة في أرض الملعب، يعني ممكن ينزل بكرة في أرض الملعب مع التمرين بكرة، قال هيتمرن الساعة 9 مساء قبل ما يسافر برج العرب، فعلي لطفي غالبا هيكون موجود بكره في التمرين باذن الله، ما كانش بكره هيبقى موجود بعد بكره بالكتير قوي مع اللعيبه اللي مش هتسافر. طيب علي خلاص في النهائيات يعني، بس مش هيلحق مباراه الاسماعيلي، ممكن بقى علي لطفي باذن الله يكون جاهز لمباراه المقاولين يوم 28. خليني اقول لك زي ما قلت لك من شويه ان السفر بكره هيكون بعد التمرين، يعني بكره في تمرين 9 مساء وبعده هيكون في السفر الى برج العرب المبيت هناك ليله مباراه الاهلي والاسماعيلي في برج العرب. النهارده الاعلام بيخش ثاني يوم على التوالي زي ما مدير الكره كابتن سيد سمح للاعلاميين بدخول يوم الاحد والاثنين، طبعا بكره التمرين خلاص مغلق، طبعا الناس هنا بتحترم الاعلام احترام كبير جدا، ولكن يعني اي فرقه في العالم بيبقى محتاجه ايام ليها لحفاظ السريه عليها، محتاج اتمان لتمريناتها، وده طبيعي لاي فريق في العالم، فبكره التمرين هيكون طبعا مقتصر على قناه الاهلي فقط لا غير والمركز الاعلامي بس، يعني ما فيش بكره في السفر. حمدي فتحي طبعا للاسف ثلاث انذارات مش هيكون موجود في مباراه الاسماعيلي، لكن بطمنك يا محمد بطمن كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، شايف الروح عاليه جدا في التمارين، شايف جيلاردو بيتالق، شايف احمد فتحي، شايف حسين الشحات ما شاء الله حاجه يعني محترمه جدا، حسام عاشور، رامي ربيع على ما يقولوا كل سنه طيب، مروان محسن المتالق في التمارين امامي، زارو يا لا كل لاعبي النادي الاهلي، يعني كان بقول لك كده انا شايفهم شريف اكرامي لعيبه النادي الاهلي باين عليهم التركيز باين عليهم. طيب شريف من خلال متابعتك للتقسيمه الجماعيه النهارده بنتكلم في يوم الاثنين
والمباراة الأربع، فتدريب بكرة يكون تدريب خفيف، لكن النهاردة ممكن تبان ملامح التشكيلة أو التدريب اللي ممكن يكون فيه التقسيمة اللي بيختار من خلالها مارتن لاسارتي التشكيلة أو المجموعة اللي هتبدأ مباراة الغد، مباراة يوم الأربع. باين من قدامك نفس المجموعة اللي لعبت المباراة الأخيرة، ولا شايف إزاي في الصورة قدامك؟ يمكن الأقرب، يعني الراجل بقاله فترة مثبت التشكيل، يمكن الأقرب لمباراة الإسماعيلي، ممكن التشكيلات المباراة اللي فاتت الواحد برضه مش عاوز يعني يكون يعني اداء يستخدمها الخصم عشان يعرف تشكيل النادي الاهلي، ولكن الشكل العام بيقول ان الفرقه هتبدا بنفس التشكيل ان لم يكن تغيير لعيب او اثنين على ما اظن يعني. تمام، هشام محمد وحسام عاشور في جاهزيه تامه طبعا بعد غياب حمدي فتحي للانذار الثالث بجوار عمرو السوليه. حسام عاشور قدامي اهو عم بيتالق ما شاء الله، نمسك الخشب حاجه محترمه جدا، مش كويس جدا. لا هشام محمد برده بيأدي تدريبات كويسه، كان معاهم في المعسكر المباراه اللي فاتت بس هو خرج بره ال 18. هشام محمد برده موجود في التمرين ومتالق، الكل بيسابق الزمن، الكل عاوز يثبت للراجل ان هو قادر على لعب مباراه الاسماعيلي او من بعده المقاولين ومن بعدهم طبعا مباراه القمه. يمكن لا الكل بيشارك، الكل متالق، الحاله المعنويه كمان يا محمد مرتفعه جدا، يعني الكل يمكن في اي تمرين كله بدا الراجل يحذر من الالتحامات، بدا الراجل يحذر اهدوا يا جماعه بلاش تلتحموا عشان ما حدش يتصاب. يعني الحمد لله بقى لنا فتره الدنيا ماشيه كويس الى حد ما، فهو خلاص باقي على الدوري خطوتين او ثلاثه، فخلاص انت في المراحل النهائيه، فبتبقى حريص قوي في الجزء الختام ده او جزء النهايه وانت بتختتم المسابقه. طبعا هو كمان الراجل النهارده قال لهم كمان في المحاضره اللي استمرت حوالي 10 دقائق ان لازم ما يبقاش في عنف في التمارين، ما حدش خلاص يعني يخش على زميله بعنف، لان هو محتاج كل الكروت في الثلاث مباريات الاخيره، محتاج كل الاوراق يلعب بيها في الثلاث مباريات الاخيره، عاوز يناور من اول مباراه الاسماعيلي، من بعدها المقاولين، من بعدها مباراه الزمالك، عاوز يحسب الدوري بدري، فهو شد عليهم وحذرهم من الالتحامات في التمرين، بس الحماس باين، الكل عاوز يشارك، فالكل عاوز يثبت للراجل اللي يوري له نفسه، فكل بيموت نفسه في التمرين. ربنا باذن الله يحرس لاعبي النادي الاهلي، وباذن الله يكون تمام التالق والفوز يوم الاربع من نصيب النادي الاهلي، عشان خطوه من المسابقه المحبوبه ليه بطوله الدوري طبعا، واللقب رقم 41 في تاريخه ان شاء الله. زميلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي كان موجود في ملعب مختار التتش بالجزيره، نقل لنا كل التفاصيل المتعلقه بتدريب النادي الاهلي استعدادا لمواجهه الاسماعيلي ان شاء الله مساء بعد غد الاربعاء على استاد برج العرب. شكرا جزيلا لك يا شريف. كلام مهم جدا متعلق باستعداد النادي الاهلي للمرحله القادمه، مباراه الاسماعيلي زي ما قلنا هي مباراه كؤوس. يمكن احد الاعضاء الجهاز الفني الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى اتكلم عن هذه المباراه ومدى صعوبتها ومدى قوتها. احنا بنتكلم عن مراحل ما فيهاش هزار، مباريات لا تقاس بثلاث نقاط، ولكنها مباريات تقاس بكأنها مباريات كؤوس. الفوز بيها مش بيقربك بس انك بتظل على الصداره او بتقترب من الاحتفاظ بمركزك في المقدمه وفي الصداره، لا ده بيقربك خطوه قريبه جدا من احراز الدوري العام. الفوز على الاسماعيلي، الفوز على المقاولين، لا يتبقى ليك سوى مباراه اخيره امام نادي الزمالك، التعادل يكفيك للفوز بالدوري، وبالتالي كل انتصار وكل ثلاث نقاط في المرحله الحاليه بيصدر ضغط ايضا على المنافسين في المباريات القادمه عشان يكون يلحقك شويه في عدد النقاط وفارق النقاط اللي بيزيد مع استمرار النادي الاهلي في مسابقه الدوري العام واقترابه من خط النهايه وانتهاء المسابقه بشكل رسمي في دوري هذا الموسم اللي كان دوري صعب جدا ودوري ملتحم ودوري في كل الظروف اللي تقدر توصفها ان هي صعبه، يكاد يكون اصعب دوري مر على الكره المصريه خلال السنوات الأخيرة كلها منذ بداية هذه المسابقة عام 1948. كل اللاعبين إن شاء الله يكونوا جاهزين لمباراة الإسماعيلي غدا إن شاء الله زي ما قال زميلنا شريف شعبان. يمكن التدريب هيبدأ مبكرا ساعة عشان الفريق عنده مساحة وقت يقدر يسافر من القاهرة للإسكندرية، يلحق قبل السحور ويلحق يوصل الإسكندرية قبل السحور عشان يدخل فيه معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بإذن الله إن شاء الله. كمان النهاردة يمكن رامي ربيعة بيتم يعني النهاردة عيد ميلاد رامي ربيعة أحد لاعبي خط دفاع النادي الأهلي. بنقول لك رامي كل سنة وانت طيب. رامي من اللاعبة الرجالة اللي واجه ظروف صعبة جدا خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، ويمكن من اللاعبة اللي مش محظوظة. يمكن هو رامي أحد أبناء النادي الأهلي، ورامي من اللعيبه اللي اتربت ونشأت جوه النادي الاهلي ومر بظروف في توقيت كان صعب جدا، كل ما بيقترب من المشاركه في بطوله مع منتخب مصر او حتى الوصول مع النادي الاهلي مراحل نهائيه في مسابقات، زي ما انتم شايفين رامي من اللعيبه اللي دايما بيمثل روح الفانيله الحمراء. يمكن اللقطات دي في مباراه السوبر عام 2015 مباراه الاهلي والزمالك بعد الاهلي ما خسر دوري وكاس فاز بالسوبر في الامارات، لكن اللقطات دي اللي ظهرت بعد هذه المباراه لما راح لجمهور النادي الاهلي وقال لهم ان خلاص
دي اول بطوله هنكسبها الفتره القادمه ومفيش خسائر تانية الفتره القادمه، ودايما النادي الاهلي هيكون رقم واحد، فده ان دل على شيء بيدل على روح وقيمه النادي الاهلي عند اللعيبه اللي اتربت ونشات داخل النادي الاهلي، ورغم من اللعيبه اللي تالقت وظهرت بشكل جيد جدا وكان من اوائل اللاعبين اللي صعدت في فتره وجود كابتن عبد العزيز عبد الشافي لما كان موجود في قطاع الناشئين، وكان ساعتها عنده 16 سنه وبيلسه بيلعب في قطاع الناشئين وتصعد ولعب مع الفريق الاول، وكان في نفس التوقيت بيلعب مع قطاع الناشئين واندمج وسافر ولعب مع منتخبات مصر للشباب والناشئين، لكن للاسف يعني في التوقيت اللي هو صعد بيه عام 2009 2010 بعدها بكام سنه لما المنتخب بيبقى على اعتاب بطوله افريقيه او على اعتاب التاهل سواء منتخبات الشباب في كاس العالم او المنتخب الاول لما تاهل لكاس العالم في روسيا، كان للاسف فرامي من اللعيبه سيئه الحظ اللي كان عنده اصابه ابعدته فتره طويله جدا، لكن ان شاء الله الفتره القادمه بعد ما شارك مع الاهلي في بعض المباريات الحاليه وبعد ما وصفه مارتن لاسارتي المدير الفني انه من اللعيبه اللي الكواليتي بتاعه قليل جدا في مصر ولعيب مدافع عنده كوره جميله، فبالتاكيد خلال الفتره القادمه نتمنى يا رب باذن الله رامي يكون من اللعيبه الاساسيه واللي تتواجد ان شاء الله في خط دفاع النادي الاهلي وقياده خط الدفاع، لان رامي من اللعيبه المميزه ابن النادي الاهلي. النهارده بنقول له كل سنه وانت طيب، النهارده عيد ميلاده، وان شاء الله السنوات القادمه تتواجد في التشكيله الاساسيه وتتواجد ضمن صفوف منتخبنا الوطني وتكون احد الدعائم الاساسيه والركائز الاساسيه في الاهلي وفي المنتخب الوطني، وتعوض كل ما فاتك من فترات وبطولات كبيره فاتتك لما كنت مصاب وبعيد عن المشاركه مع المنتخب الوطني ومع النادي الأهلي. طيب دي كانت أخبار النادي الأهلي والاستعداد للمرحلة القادمة ومباراة نادي الإسماعيلي، لكن عندنا أخبار محلية، والأخبار المحلية مهمة جدا لأنها بتتعلق باستعداد مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية إن شاء الله في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. النهاردة وزير الرياضة استقبل رئيس اتحاد كرة القدم والجهاز الفني لمنتخب مصر، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريدة، يرافقه المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب الوطن وإيهاب لهيطة مدير المنتخب. تناول اللقاء مناقشة استعدادات وتجهيزات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، وخلال اللقاء أكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لم ولن تدخر الجهد في توفير كافة متطلبات المنتخب من دعم ومساندة لتحقيق هذه البطولة التي ينتظرها الملايين خلال الفترة القادمة. أضاف وزير الشباب والرياضة أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين سواء في الدوري المحلي أو حتى المحترفين بالخارج، مضيفا إلى أنهم قادرون بإذن الله بخبرتهم المتنوعة على تحقيق كأس البطولة للمرة الثامنة في تاريخ المنتخب الوطني. ده في إطار الاستعداد الفني، لكن أيضا في إطار إداري وإطار تجهيز للبطولة على المستوى الإداري. يمكن النهاردة كان في جولة تفقدية باستاد القاهرة الدولي، وفي سياق متصل يمكن اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وخفير أجيري أيضا المدير الفني لمنتخبنا الوطن وبحضور اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية مصر عام 2019 في جولة لتفقد الإنشاءات الجارية باستاد القاهرة الدولي للتعرف عن قرب على حجم الأعمال والإنجازات التي تم تنفيذها بالاستاد، وشملت الجولة تفقد بوابات دخول الجماهير والمدرجات والمقصورة الرئيسية وقاعات استقبال كبار الزوار والأماكن المخصصة للإعلاميين وقاعة المؤتمرات وأنظمة الإضاءة للشاشات وغرف تغيير ملابس اللاعبين وأرضية الملعب. كل هذه الإنشاءات بيتم تجهيزها من أول وجديد، هنشوف استاد القاهرة شكل تاني خالص إن شاء الله خلال كأس الأمم. الصورة اللي كان عليها الاستاد قبل كده هتكون حاجة تانية خالص بعد كده، وإن شاء الله متفائل وعندي إحساس إن احنا هنشوف بطولة إفريقية بنكهة عالمية، الناس كلها وكل الوفود الإفريقية وكل الوفود العربية حريصين على الحضور إن شاء الله في مصر خلال الشهر القادم في صيف عام 2019 عشان يحضروا هذه البطولة، والبطولة إن شاء الله هيكون فيها نكهة عالمية كده هتكون قريبة إن شاء الله وأفضل بإذن الله من مونديال روسيا عام 2018. في نهاية الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة إن شاء الله عازمة على أن يكون تنظيم مصر لهذه البطولة الأفضل عبر تاريخ البطولات، ليكون التنظيم للبطولة بمثابة رسالة للعالم بأن مصر إن شاء الله تستطيع وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية. اللجنة المنظمة أيضا النهاردة زارت استاد الإسماعيلية الرياضي من أجل الوقوف على آخر تجهيزات الملعب استعدادا للبطولة القارية، حيث يستضيف الاستاد المجموعة الخامسة بالبطولة. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية كان على رأس الوفد النهاردة في هذه الزيارة، ومعه أيضا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبو ريدة واللجنة المنظمة ومحمد فضل مدير اللجنة، وتابع الجميع سير العمل باستاد الإسماعيلية.
أمم إفريقيا 2019 حد أقصى من التذاكر لكل مشجع. كلنا عارفين ان الفتره الحاليه في فان اي دي تم تخصيصه للجماهير عبر موقع تذاكر بيتم الحجز من خلاله. تحجز الفان اي دي ومن خلال الفان اي دي تقدر تحجز تذكرتك لبطوله الامم الافريقيه، لكن في حد اقصى حددته اللجنه المنظمه هو 5 تذاكر لكل مشجع كحد اقصى. من المتوقع ان شاء الله خلال الفتره القادمه ان تشهد البطوله اقبال كثيف بالنظر الى اعداد المتقدمين لاصدار بطاقات المشجعين. فكره الفان اي دي وهي فكره يعني مستوحاه ومن كاس العالم الاخير في روسيا عام 2018، فكره بتساعد بشكل كبير جدا على انك الشخص اللي هيحجز التذكره بتكون عارف كل بياناته ومطمن على كل الناس اللي حاضره المباريات، وهي جزئيه مهمه جدا. ان شاء الله باذن الله اذا نجحت بشكل كبير في بطوله الامم ان شاء الله باذن الله ممكن يتم تطبيقها على مباريات الدوريات الدوري المحلي والبطولات المحليه والافريقيه في مصر خلال الفتره القادمه عشان تساعد على فكره حضور الجماهير يا رب ان شاء الله بعد الامم. اللجنة المنظمة زي ما كلنا عارفين قررت تخفيض أسعار التذاكر حضور مباريات الدرجة الثالثة خلال الدور الأول بالنسبة لمباريات مصر إلى 150 جنيه بدلا من 200 جنيه. طيب خبر آخر لكن متعلق باتحاد الكرة الطائرة، وهو منتخب الطائرة يتوجه إلى كينيا يوم 1 يونيو للمشاركة في التصفيات الإفريقية. أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس على توجه بعثة المنتخب الأول رجال إلى كينيا يوم 1 يونيو القادم. بيشارك منتخب الطائرة في التصفيات الإفريقية المقرر انطلاقها إن شاء الله يوم 3 يونيو القادم والمؤهلة إلى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب أغسطس 2019. بيقود المنتخب فنيا المدير الفني الهولندي الجديد جيدو فيرمولين ومعه المدرب المصري وائل العيدي. خبر آخر متعلق بالملاكمة، بيتلقى دعوتين للمشاركة في بطولة كازاخستان وروسيا الدولية، وصافرة مصرية تدير كلاسيكو تونس بين الصفاقسي والنجم الساحلي. النهارده الاتحاد التونسي لكرة القدم عن طريق رابطة المحترفين أعلنت عن تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين نادي الصفاقسي والنجم الساحلي الأربعاء المقبل بملعب الطيب المهيري ضمن منافسات الجولة 23 للدوري العام. الطاقم بيتكون من محمد عادل حكم صفارة، رفقة المساعدين تحسين أبو السادات وأحمد علي، بجانب الحكم الرابع وليد محمد. يمكن المباراة الأخيرة برضو كانت مباراة الترجي والنجم الساحلي كانت بقيادة وتحكيمية صافرة مصرية، ويمكن خلال الفترة الأخيرة شايفين إن في تبادل دايما في موضوع الحكام ما بين اتحادات شمال إفريقيا، فالاتحاد التونسي بيستعين بالحكام المصريين خلال الفترة الأخيرة، وسبق إن مصر قبل كده استعانت بحكام توانسة كان أبرزهم صادق السلمي. الكرة التونسية بتستعد أيضا كمان لختام الدوري، يمكن الجولة القادمة هي جولة رقم 23 والدوري هناك في تونس متوقع عليه بالظبط 3 جولات، بيصعب بشكل كبير إلى نهاية مسابقة الدوري التونسي قبل كأس الأمم خلال الفترة القادمة. لكن في الجولة العالمية، الجولة العالمية يمكن محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي. كلنا يمكن في الفترة الأخيرة متابعين الدوري الإنجليزي وفي مباريات ليفربول، وكلنا عندنا إحساس إن محمد صلاح من أبرز اللاعبين ويمكن يكاد يكون أسرعهم في مسابقة الدوري الإنجليزي. لكن بعد نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي تم الكشف عن اللائحة النهائية للاعبين الأسرع في الدوري وفقا للسرعة القصوى التي بلغها كل منهم. دمت القائمة بعض المفاجآت خاصة بوجود بعض اللاعبين المغمورين في القائمة التي اعتمدت على السرعة القصوى التي بلغها كل لاعب خلال هذا الموسم وفقا لصحيفة ميرور البريطانية. لم تضم قائمة العشر الأوائل النجم المصري محمد صلاح والذي جاء في المركز 11 بسرعة قصوى بلغت 34.9 كيلو متر في الساعة. يمكن السرعة دي بتحتسب بعد كل مباراة، الاتحاد الإنجليزي أو الرابطة هناك بتحدد بعد كل مباراة سرعة كل لاعب في المباراة، يعني عمل كم كيلو في المباراة، جري قد إيه، فبعد قياس كل السرعات وضرب المتوسط بالنسبة لكل اللاعبين بيديك في النهاية أسرع 10 لاعبين. محمد صلاح جه في المركز 11 بسرعة 34 كيلو متر في الساعة. من المفاجآت تفوق المهاجم البلجيكي ديفيك أوريجي على زميله في ليفربول محمد صلاح، حيث وصل أوريجي لسرعة 35 كيلو في الساعة والتي وضعته في المركز الثامن لأسرع اللاعبين في البريمير ليج. تضم قائمة أسرع 5 لاعبين بالدوري الإنجليزي كلا من فوسوم ينساء لاعب فولهام وهو اللاعب الهولندي بسرعة 35 كيلو و3 من عشرة، كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي جاء في المركز الثاني 35.2 من عشرة كيلو متر في الساعة، روبن فينيجري لاعب ويلفر هامبتون في المركز الثالث
يمكن وصل لسرعه 35 كيلو متر واتنين من عشره. وعلى فكره يمكن هذا اللاعب لم يشارك سوى في 18 مباراه فقط من كل مباريات الدوري الانجليزي. في المركز الرابع ليريو سانيه لاعب مانشستر سيتي. يمكن سانيه قدم موسم جيد جدا مع مانشستر سيتي، لكن بلغت سرعته القصوى 35 كيلو متر وواحد من عشره في المركز الرابع. في المركز الخامس دي اندريا يادين نيو كاسل، جاء الظهير الامريكي دي اندريا الانجليزي في المركز الخامس بسرعه بلغت 35 كيلو متر في الساعه. طيب خبر اخر متعلق بليفربول، وهو بيعلن عن تعديلات جديده في لوائح اليويفا قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. النهائي ان شاء الله يوم 1 يونيو القادم، ان شاء الله مباراه كبيره جدا يوم 1 يونيو هتجمع ليفربول امام نادي توتنهام. هي مباراه ليست في دوري الانجليزي دوري البريمير ليج، لكن هي مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا. ليفربول بيصل الى النهائي للعام الثاني على التوالي، لكن العام الماضي خسر امام ريال مدريد، لكن المره دي ديربي ومباراه كبيره امام نادي توتنهام. ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول ان مقاعد بدلاء الريدز ستضم 12 لاعب بزياده 5 لاعبين على العدد المسموح له في البطولات بشكل عام. أضاف موقع نادي ليفربول أن اليويفا سيمنح ليفربول وتوتنهام تبديل رابع حال وصول المباراة للأوقات الإضافية الإكسترا تايم. يمكن دي تعديلات حصلت على المباراة النهائية وقعها أو أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا. طبيعي أن مباريات الأندية في البطولات الأوروبية بيبقى دكة البدلاء فيها 7 لاعبين، لكن في البطولات المجمعة زي كأس العالم الأخير في روسيا دكة البدلاء بتكون ال 12 لاعب المتبقيين من قائمة ال 23 المشاركة لكل منتخب في كأس العالم. وبالتالي في نهائي دوري أبطال أوروبا القادم سيكون هناك 12 لاعب على دكة البدلاء. الثلاث التغييرات الأساسية ستكون خلال ال 90 دقيقة الوقت الأصلي للمباراة. إذا تم الاحتكام إلى الإكسترا تايم في حال تعادل الفريقين، هنا الاتحاد الأوروبي من خلال قراراته سمح لكلا الفريقين أن يستعين بتبديل رابع في الوقت الإضافي. طبعا نتيجة موسم طويل وزحمة الأجندة الدولية والمباريات، ففي فرصة للاعبين زي ما كان في قرار قبل كده بأن درجة الحرارة لو عالية أو الرطوبة عالية بيتم يعني إيقاف المباراة حوالي 5 دقائق لالتقاط الأنفاس لكلا الفريقين. هي عموما تعديلات عشان تحسن من أداء الفريقين في المباريات الكبيرة، ومباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لا تقل أهمية حتى عن مباراة نهائي كأس العالم. استعدادا لنهائي تشامبيونز ليج، معسكر مغلق لليفربول في اسبانيا بقياده محمد صلاح. يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قرر نقل الفريق لمعسكر تدريبي في اسبانيا لمده اسبوع استعدادا لمواجهه توتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا. دمت قائمه ليفربول كل من ارنولد، اليسون بيكر، بروستر، فابينيو، فيرمينيو، جوميس هندرسون، جون سيكيتا، كيلير، لالانا، لوفرين، ساديو ماني، ماتيب، مينيوليه، مينر، مورينيو، اوريجي، أوكستر تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، ستوريج، فيرجيل فان دايك، فينالدوم وودبرون. يسعى الجهاز الفني لليفربول لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة توتنهام التي يسعى خلالها للفوز بهذه البطولة بعد غياب فترة طويلة جدا لنادي ليفربول عن التتويج بالبطولات الأوروبية، ما يقرب من حوالي 13 أو 14 سنة. آخر مرة ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا كان أعتقد عام 2005، لأن ساعتها ليفربول تأهل لكأس العالم للأندية عام 2005، وكان ساعتها الأهلي هو بطل إفريقيا والاثنين كانوا موجودين في بطولة العالم للأندية، لكن كان ده آخر فوز لنادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا. ودي تشكيلة فريق ليفربول في المباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، يمكن بدون حتى فيرمينيو لأن كان خلال الفترة الأخيرة كان عنده إصابة، فبالتالي ما كانش متواجد في التشكيلة الأساسية. طيب نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري ضمن صفوف عن صفوف السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الجاري. وهناك مفاوضات مع أنشيلوتي وجوزيه مورينيو خلال الفترة القادمة، ويمكن كريستيانو رونالدو قال إن أنشيلوتي ومورينيو هما الأفضل لليوفي وكونتي لا يصلح للتدريب. يمكن نادي يوفنتوس كان أعلن رحيل خلاص مدربه خلال الموسم الحالي بعد نهاية الدوري، لكن كريستيانو رونالدو وضع الإدارة في مأزق بعدما أبدى في تصريحات رفضه لعودة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب السيدة العجوز، خلفا للمدرب ماسيميليانو أليجري الذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم الحالي. أكدت صحيفة كاليتشو ميريكاتو الإيطالية أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة اليوفي التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي له تدريب اللاعب في نادي ريال مدريد وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا. وذكرت أيضا صحيفة توتو سبورت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس يرغب في تولي مواطنه جوزيه مورينيو،
منصب المدير الفني لليوفي خلفا لأليجري. وسبق لمورينيو أن درب كريستيانو في ريال مدريد الأسباني، كما يشترك الثنائي في نفس وكيل الأعمال وهو خيرخو مانديز. قصة كده دخل فيها وكيل أعمال كريستيانو هو نفس وكيل أعمال أنشلوتي ونفس وكيل أعمال جوزيه مورينيو، لكن هنشوف خلال الأيام القادمة أو الساعات القادمة قرارات إدارة اليوفي من اللي هيقود فريق السيدة العجوز خلال الموسم القادم بعد تحقيق السنة دي الدوري الإيطالي. لكن خسارة دوري أبطال أوروبا فتحت ملف المدير الفني اللي هيقود الفريق خلال الفترة القادمة، وبالتالي أعلن نادي اليوفي رحيل المدير الفني مالسيميليانو أليجري عن صفوف السيدة العجوز بعد نهاية الموسم الحالي. مباراة الأهلي وسبورتنج برضو بنوه معاكم، واحنا كنا طبعا بنتكلم في بداية الحلقة ان احنا هنتابع مباريات كأس مصر في كرة اليد 27-25 حاليا لصالح النادي الأهلي على سبورتنج، ومتبقي 5 دقائق، وان شاء الله خلال الحلقة هنوفيكم بكل الأخبار المتعلقة بهذه المباراة، وان شاء الله بإذن الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي في كرة اليد على حساب فريق سبورتنج. هنا نكون وصلنا لنهاية فقرة الأخبار والإنترو من برنامج الأهلي الليلة. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الكابتن صديق الجمال عضو اللجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي ونجم النادي الأهلي السابق، فقرة كده حوارية هنتكلم فيها ويبقى فيها إطلالة كده عن ذكريات رمضان، وهنتكلم عن المشوار المحلي للنادي الأهلي والاستعداد لمباراة الإسماعيلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني فيها الكابتن صديق الجمال احد نجوم النادي الاهلي السابقين، وبالمناسبه هو عضو لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. كابتن صديق منورنا ومشرفنا، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله يخليك كابتن محمد، ده نورك، وكل سنه وانت طيب. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. ذكرياتك ايه مع رمضان، والاخبار ايه في رمضان، والاجواء كده عايشنا فيها؟ الاجواء طبعا رمضان انت عارف يعني مرينا بكذا رمضان، ربنا يدينا طول العمر يعني مختلفين عن بعضهم. طبعا رمضان في الدورات في الشوارع غير رمضان في الانديه. فطبعا احنا صغيرين الواحد ما كانش شايل اهم حاجه غير اللعب بس، يعني الدورات كلها في رمضان كان الواحد يطلع بعد الفطار يرجع على السحور، تطلع من دوره تخش في دوره، كانت احلى ايام طبعا اللي هي بتاعت المتعه بتاعت رمضان في الكوره الدورات. لا والوقت بيجري الرمضانيه، ما تلحقش بعد الفطار للسحور، تحس ان الوقت بيجري في ساعه واحده تلاقي الوقت خلص. على ايامنا كان في 3-4 مباريات ورا بعض. يبقى احنا عندنا فرقه مثلا كنا بنلعب كره شراب، تخلص ماتش هنا تلاقي روح ماتش تاني هنا، تخلص ماتش هنا تلاقي ماتش هنا، تلاقي السحور داخل عليك. بتختلف طبعا عن لما يكون رمضان وانت بتتمرن طبعا في الانديه اللي انا لعبت فيها، وعلى راسها طبعا النادي الاهلي، كان ليها طقوس وليها ذكريات جميله. طيب انا عايز بالمناسبه انت معايا كابتن صديق اقول بس لجمهور النادي الاهلي ان الاهلي كان بيلعب مع سبورتنج في مباراه كاس مصر وفاز على سبورتنج 30-27. كده وصلنا مباراه نهائيه ولا هنلاقي لسه الامور ما اتضحتش في هنلعب نهائي؟ هنلعب نهائي، يعني الاهلي يصل الى نهائي كاس مصر لكره اليد بعد الفوز على سبورتنج في مباراه نصف النهائي 30-27. طبعا مبروك لفريق النادي الاهلي كره اليد والوصول الى مباراه النهائيه، ان شاء الله تكون بطوله السنه دي في كره اليد بعد الاخفاق بالطبع اللي حصل في مباريات الدوري والبطوله الافريقيه. لا الف مبروك طبعا لفريق كره اليد، وان شاء الله في المباراه النهائيه يحققوا البطوله ويجيبوا كاس يعني ايه للنادي الاهلي تتحسب لهم يعني في السي في بتاعهم، ويعوضوا البطوله اللي كانت قبل كده ما كانش فيها توفيق يعني. اكيد. طيب شهر رمضان لما كنت بتلعب بقى في صفوف النادي الاهلي ذكرياتك معاك كانت ازاي؟ هو شهر رمضان في النادي الاهلي صادفني في مباراه طبعا كانت مباراه قمه، يعتبر هي كانت قبل النهائي، كنا الاهلي والزمالك على استاد القاهره في سنه 89 89، في الموسم ده، وكانت مباراه جميله جدا، حتى هي بتتعرض عندك هنا في القناه. لعبنا كسره طيب طبعا، انت عارف رمضان بقى في مجهود شاق، بس الحمد لله كان معانا مدرب كبير جدا جدا على مستوى عالي عالمي يعني مستر فايتسا. فبالنسبه للحته التدريبيه كنا نتمرن مثلا بالنهار، كان الوقت قليل جدا جدا لو اتمرنا بالنهار. لما جينا دخلنا على مباراه الزمالك كنا نتمرن بالليل، دخلنا على المباراه الحمد لله كنا يعني معنويا وفنيا كنا فريش يعني ما فيش ضغوطات علينا. رمضان جميل
يعني في روحانيات كده، وبالذات انت لما كنا بنتجمع اللعيبه كلها مثلا سواء في قبل المباراه بيوم او يومين كان بتبقى كويسه جدا جدا، وهتبقى فال حلو علينا. يعني الواحد كان بيتمنى كل مباراه تبقى في رمضان، لان الحمد لله ما كانش فيه اخفاقات خالص لما كنا بنلعب في رمضان سواء الدوري او بطوله كاس مصر. هو رمضان والاعياد والاعياد الحمد لله. الحمد لله يعني بيبقى وشها حلو على النادي الاهلي، وبنتمنى ان شاء الله يكون رمضان ده من ضمن المواسم اللي الاهلي كان بيلعبها في رمضان. باذن الله باذن الله الدوري يكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. كانت دايما كده المانشيتات الصحف والعناوين الصحفيه يقول لك العيد وشه حلو على الاهلي. اكيد اكيد في بعض المباريات الاهلي فرح جماهيره في العيد. الاهلي فرح جماهيره في العيد. اي مناسبه شم النسيم مثلا دوري مثلا في الدوري في الكاس، عيد كبير عيد صغير حسب ما التايم بتاع المباراه بيكون ايه موجود. يعني كان الحمد لله ربنا بيوفق النادي الاهلي في المواسم والاعياد ما كانش بيزعل جماهيره ابدا. طب هل كان في طقوس معينه ليك او للعيبه في شهر رمضان حتى لو كانت مباريات كبيره مباريات القمه امام الزمالك، ولا هي نفس الاجواء المباراه زيها زي في اي شهر عادي في السنه؟ هي بتبقى زي اي شهر، بس حته التركيز اكتر في رمضان. تعرف الصلاه والتراويح والعباده غير الايام العاديه، يبقى عندك الفروض بس اللي عليك بتقضيها، انما رمضان بيبقى في حاجات لازم تعملها عشان تكمل بيها صيامك. يعني زي مثلا صلاه الفجر دي بتبقى عامه بتبقى في رمضان غير الايام العاديه طبعا، فيبقى ملتزم بيها اكتر. التراويح ما في التزام على اي حد اللي هو بيؤدي الفرائض. يعني النادي الاهلي بياخد التركيز في اي حاجه في رمضان حتى من غير رمضان، بس هي بتبقى اعلى شويه في لما يكون في شهر كريم زي دوت. كنا بنتجمع سواء في المعسكرات او كده كله مركز، وكان في الناس كلها بتقرا قران وبنقعد اللي عنده اي مشكله عنده اي حاجه، كنا اسره واحده، فدي كانت بتفرق مع تيم النادي الاهلي. تمام. تتذكر برضو في التوقيت ده كواليس المعسكر ازاي كانت في رمضان؟ يعني انت رايح على مباراه قمه. طبعا السهر في رمضان ده طبيعي. غصب عنك بتسهر. بالظبط كده. لكن كانت الكواليس المعسكر ازاي؟ هو كان في موقف كده هحكيه لك انا، ادم دخل بقى في الذكريات وكده. كان الاهلي وزمالك، احنا بنبقى طبعا متجمعين، ما ينفعش اقول اسم الفندق، كان الاهلي بينزل فيه على طول. تمام. كان في مصر الجديده. تمام. فندق من اللي هم الاثريين يعني، كان جنبيه قصر كده. ماشي. فعلى طول كان كابتن ربيع يقول لي قوم صلي، اقول له يا كابتن تعبان، يقول لي بقول لك قوم صلي. كان ياخدني معاه على الصلاه، يقول عشان ربنا يكرمك ركز. فمباراه الاهلي والزمالك دي بتاع 2-1، كنت انا بنام مع كابتن ربيع في الغرفه، فمش جاي لي نوم. فقمت عمرو انور كان برده في المعسكر، كان موجود معانا في الفرقه، كان هو وعادل وعبد الجليل من الثلاثه اللي هم السوارين مع الفريق الاول. وكان بيلعبوا بصفه اساسيه وبيشاركوا على طول يعني. فمش جاي لي نوم، رحت قايم بالليل عشان اعرف انام، طلبنا اكل انا وعمرو. لو حد شافني من الاداره او مثلا مدير الكوره، يا ربنا يديله طول عمر الكابتن صلاح حسني. وكان الكابتن طارق سليم الله يرحمه، وكان مستر فيصل المدير الفني، وكان الكابتن احمد ماهر، وكابتن مصطفى يونس. لو حد شافنا كان ممكن نتشال بره الفرقه. فقعدنا ناكل عشان يجي لنا نوم. ودي طبعا غلط، بس الواحد مش عارف انام. كان انا بنام مع كابتن ربيع، بس سبت الغرفه ورحت جمعت انا وعمر وطلبنا اكل. بالليل. كان موقف يعني طريف جدا، بس الحمد لله احنا لعبنا وكسبنا. الواحد لو انت لما بتكون مش جاي لك نوم مش عارف تعمل ايه، فتاكل، فرحنا واكلين وانت عندك ماتش ماتش تاني يوم. فدي من الذكريات الحلوه ما اقدرش انساها طبعا يعني. والحمد لله كسبنا ساعتها 2-1 يعني، هدف كابتن طارق وزيد وكابتن ربيع ياسين. تمام. وقت رمضان بيبقى مختلف في التدريب والاستعداد للماتشات، يعني انت دايما في رمضان بتتمرن بالليل ولا في وقتكم ممكن تتمرنوا قبل الفطار؟ لا، هو عامه لما رمضان دخل عليا في الموسم ده بالذات، مستر فايتس كان بيقول لك من المدربين اللي هم العظماء اللي اشتغلوا في النادي الاهلي او جم على مصر. هو الماني بروفيشنال يعني حتى كان في واقع برضو كنا بنلعب المصري، بس الماتش ده كان نهائي كاس مصر، بس انا ما كنت مصاب ما لعبتش المباراه النهائيه بتاعه المصري، كان في استاد القاهره. النادي المصري كابتن مدحت ربنا يديله الصحه وطول العمر وربنا يشفيه، مدحت فقوس، كان بيمرنهم بالنهار. مستر فايتس كان بيمرن الفرقه بتاعه النادي الاهلي بالليل بعد الفطار. جينا في الماتش، هو كان متوقع يعني سيناريو المباراه، قال لك ممكن في ربع ساعه في نص ساعه ما تلاقيش النادي المصري، وفعلا ربع ساعه كانت 3-0. هو الماتش اتلعب بعد الفطار؟ اتلعب قبل الفطار، بس هم حطوا مجهود بدني عالي جدا جدا في التدريبات
والوحدات التدريبيه كانوا بيعملوها قبل الفطار. هو اعتقد الكابتن مدحت فقوس ان لما يمرنهم بالنهار هو بيعيدهم يعني بيعيشهم الاجواء، لا اجواء المباراه اللي هتبقى موجوده قبل الفطار. جات عكسيه بقى، جات عكسيه، عملت حمل زياده جدا عليهم ان هم بياخد منهم طاقه صايمين، فقدوا كل مجهودهم، فقدوا كل حاجهم في المباراه بقى اللي هي في نفس التوقيت كانوا يعوا، عكس النادي الاهلي كان بيتمرن بالليل. فالمباراه كانت مباراه سهله جدا وطلعت 3-0 يعني بسهوله جدا يعني. ودي برده من ضمن الذكريات اللي هي مثلا بتاعه رمضان وتوقيت ده. بس الحمد لله النادي الاهلي طول عمره بيجيب مدربين كبار وعندهم وعي وعندهم ثقافه يعني ايه بيعرفوا يتعاملوا ازاي. فدي برده كانت حسمت اللقاء ده، وكان في رمضان، كان برده من الايام اللي ما تنتنسيش في الشهر الكريم يعني. لعبت المباراه ساعه الصيام كانت الفرقه كلها صايمه، النادي الاهلي كانوا كلهم صايمين، ما فيش حد كان فاطر وادوا، لان هم كان عندهم مخزون. صعب قوي يا كابتن صديق. انا لعبت في رمضان، في مباريات لعبتها في رمضان واحنا صايمين، بس سواء كنت في البلاستيك او في الاتحاد السكندري وطبعا في النادي الاهلي الاساسي يعني محتاجه مجهود بدني عالي جدا جدا وعايزه تركيز وعايزه ايه، اما تكون انت جو بتلعب وانت فاطر مجهودك كده كده انت بتقسمه لوحده يعني، حتى لو بذلت مجهود عالي او شاق فيك تريح في اي وقت، وانت صايم لا لازم تحافظ على المجهود البدني بتاعك وتوزعه، يبقى في تقنين ان انت ايه مش ما تحذفش كل المجهود اللي عندك وانت صايم، ممكن تخلص كل اللي عندك في شوط. طبعا دي محتاجه خبرات ومحتاجه يكون وانت بتتمرن تكون بدل برضو الناس المسؤوله عنك عندها فكر وعندها ثقافه عاليه بالنسبه للتدريبات والوحده التدريبيه، فدي بتفرق معاك. بس هو حته الصيام ده جميل جدا جدا يعني بتخلي الواحد بيبقى فايق، بس لازم طبعا تكون مرتاح وما كانش عندك اي حاجه ذهنيه تعوقك يعني، انت تبقى مركز وتتسحر كويس وتنام، ما فيش اي ضغوطات عليك، ما يبقاش في اي تاثير على اللعيب في المباراه. لا هي ما انا قلت لحضرتك اللي بيركز وتقسم مجهودك ما يبقاش في تاثير عليه. ممكن حد يتاثر، مش كل اللعيبه زي بعضها، بس اللي عندهم خبرات ومروا بالتجربه دي ولعبوا كتير تبقى الموضوع عنده عادي، انما اللي بيتفاجئ اول مره ممكن بيتاثر عليه شويه، او زي مثلا ممكن محمد صلاح لما لعب مثلا مباراه وهو صايم غير ما هو فاطر، لان ده محترف مطلوب منه يبقى هو في المباراه رقم واحد. مظبوط. عكس ما احنا تيم ورك الفريق كله ما كانش عندنا محترفين، لما احنا كنا بنلعب ما كانش في حد محترفين يعني، ساعه ما انا كنت موجود في النادي الاهلي كانت الفرقه كلها مصريين، ما فيش الا انا بس من خارج النادي، كلها لعيبه النادي الاهلي سواء اللي موجودين يعني من قطاع الناشئين من اولاد النادي، في 4 أو 5 من قطاع الناشئين، وكان كل علامة ايهوب وطارق بزيد مع حفظ الالقاب كله كانوا موجودين واولاد النادي، اقل واحد بقى له 10 سنين 8 سنين كده يعني. فدي بتفرق يعني. اصعب اللحظات اللي مرت عليك خلال هذا الشهر في رمضان يعني الحمد لله بفضل الله ما فيش حاجات صعبه، بس ممكن يكون واجهتني ظروف، بس ما كنتش بلعب وانا مدرب. يعني انت مش بتلعب، كنت مدرب ساعتها؟ وانا مدرب، انا كنت مدير فني بقالي 20 سنه 25 سنه في السعوديه وفي الامارات وفي لبنان. في مواقف صعبه مرت علي لان كنت مضطر غصب عني، كنت عايز حد يفطر وانا شلت ذنبه يعني خليتهم فطروا. فدي كانت صعبه عليا جدا لان انا شلت زي ما بيقولوا الوزر بتاعهم يعني. انت كنت شايف ان هم مش هيقدروا يلعبوا لو هم مش هيقدروا مش هيقدروا، صعب جدا. وكانت مباراة اختلفت الاراء يا كابتن صديق، البعض يقول لك لا لازم تكون فاطر، الناس يقول لك لازم يكون صايم. هي دي لازم يكون فيها فتوى من الازهر، فتره من الناس العلماء الشيوخ. انما لو انا فاتيت فيها وانا مش عارف فيبقى انا كده يبقى غلط ان انا اخد في حاجه زي كده. بس انا بتكلم عن انا انت فكرتني بالحاجه اللي هي كانت تعتبر اصعب حاجه في حياتي، سيئه عليك. جدا جدا ان انا ضغطت عليهم عشان ظروف يعني، ما انا ماسك فرقه ومثلا بننافس الحمد لله ايه صعدنا درجه اولى ساعتها، في فرق كانت ممكن تهبط وانا ماسكها، فلازم 3 4 5 6 ماتشات الاخرانيين تركز فيهم، فانا بقيت اضغط عليهم عشان برضو يعني انا في وجهه نظر اللي انا المتواضعه ممكن تكون خطا او صح ان ده برضو شغل وكان يعتبر اكل عيش، ما انت لو قدر الله خسرت مثلا ماتشين 3 ممكن تلاقي نفسك الدنيا باظت، بقيت انت تفقد المكان ده وده عمل، فممكن تكون غلط او صح، فلازم يتسال فيها زي ما بيقولوا اهل الفقه في الازهر يعني او الفتوى. تمام. طيب في هدف تتذكره في رمضان او احرزت اهداف او لحظه سعيده في الشهر الكريم؟ لا في رمضان بس كان في الاتحاد، كان الاتحاد والاولمبي تدريب السكندري طلع 2-2 كان في رمضان، انما في الاهلي في رمضان لا يعني، كان داخلين على رمضان كان جمهوريه شبين في الكاس مصر بس ما ممكن كان في رمضان بس كان ماتش ودي
في السعوديه، كنت مع النادي الاهلي وكانت بطوله كده مصغره هناك، اربع فرق، المرضى السوداني والهلال السعودي والفرقه من الصومال، بس كان بعد الفطار يعني. طيب مباريات القمه في رمضان بتبقى كتير ولا شايفها يعني وجودها في رمضان افضل ولا ما بتلعبش في رمضان؟ يعني لما وانت بتحط الجدول وصدفه ان ممكن شهر رمضان يحصل فيه مباراه للقمه، مباراه الاهلي والزمالك، كويس ان تتلعب في شهر رمضان مباراه قمه ولا الافضل تتلعب في شهر بعيد عن رمضان؟ لا انا وجهه نظري الشخصيه، انا بتكلم عن نفسي، لازم تكون في ايام غير رمضان، لان المباراه دي كبيره جدا، بتبقى عيد، بيبقى يوم يعني احتفاليه كبيره جدا بين الناديين الكبار، وانت استعداد بيبقى قوي، اقوى ما تستعد وانت في رمضان اكيد، ومباراه كبيره فعايزه تركيز عالي جدا جدا جدا، فحرام ان احنا نحطها في شهر هيبقى فيه التركيز اقل، هيبقى فيه ضغوطات على اللعيبه. والجمهور اللي هيروح الملعب هيروح امتى؟ بعد الفطار، وقت قريب. بقول لك في ضغوطات سواء على اللعيبه او الاجهزه الفنيه او على الجماهير، وانا في رايي دي مباراه جماهيريه، يعني صح. نعمل حساب الجمهور رقم واحد، صح. الناس عايزه تتبسط، يبقى الاستاد فيه 70 80 الف، مباراه قمه، ما تروحش انت مباراه تلاقي فيها 3 4000 والناس غصب عنها هيروح امتى، هيرجع امتى على البيت كده يعني. طيب اخرج لتقرير صوتي، تقرير صوتي بيتكلم عن تاريخ مباريات القمه في رمضان، عدد مباريات القمه، مباريات الاهلي والزمالك اللي اقيمت خلال هذا الشهر الكريم. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل حديث مع كابتن صديق الجمال بعد هذا التقرير. في تاريخ كرة القدم المصرية العديد من المباريات الرائعة التي لن تمحى من عقول جماهير وعشاق القلعة الحمراء، التي دائما ما ترتبط بذكرى جيدة لديهم، وخاصة إن كانت مباراة قمة أو مباراة في بطولة إفريقية. دائما ما تسيطر قمم الأهلي والزمالك على عقول الجماهير التي تمثل قطعة الكريز التي تزين التورتة. فعندما نتحدث عن تاريخ لقاءات القمة التي لعبت طوال شهر رمضان فيما مضى وحتى الآن، لا بد أن يفتح لنا التاريخ صفحاته والعودة إلى الوراء لنتذكر مباريات وأسماء دونها وسجلها التاريخ بأحرف من نور ستظل راسخة في الوجدان، ذكريات لا يمحوها الزمان، مباريات لها تاريخ. العديد من لقاءات القمة التي لعبت خلال الشهر الكريم طوال الفترة الماضية وحتى الآن، حيث تقابل الأهلي والزمالك 12 مرة خلال شهر رمضان الكريم، فاز الأهلي في 7 مباريات بينما تعادل الفريقان في مبارتين، فاز الزمالك في 3 مباريات. كانت أول مباراة للقمة في شهر رمضان في موسم 56-57 في 7 من رمضان لعام 1376 للهجرة، فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما سيد الضضوي. أما ثاني مواجهات القمة في رمضان فكانت في موسم 64-65 حيث تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما. أما ثالث المواجهات فكانت في موسم 84-85 في 6 من رمضان لعام 1405 للهجرة. تمكن الزمالك حينها من تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف، سجل للزمالك نجماه طارق يحيى وكوارشي، فيما سجل للأهلي علاء ميهوب. في موسم 91-92 في 2 من رمضان لعام 1412 للهجرة، فاز الأهلي بهدف من دون رد لنجمه محمد رمضان، قبل أن يفوز الزمالك في 2001 في 8 من رمضان لعام 1422 للهجرة بهدفين مقابل هدف لحازم إمام، في حين سجل للأهلي علاء إبراهيم. أما القمة السادسة في الشهر الكريم فكانت في موسم 2003-2004، فاز الزمالك بهدف نظيف لجمال حمزة. المباراة السابعة كانت في موسم 2004-2005 يوم 21 من رمضان لعام 1425 للهجرة،
حقق المارد الأحمر الفوز برباعية مقابل هدفين. سجل للأهلي نجم النجوم محمد أبو تريكة هدفين، وكل من جيلبرتو وعماد متعب هدف. أحرز هدفي الزمالك جمال حمزة وعبد الحليم علي. أما ثامنة مواجهات القمة في رمضان كانت في إياب دور الأربعة لدوري رابطة الأبطال الإفريقية يوم الأحد 16 من أكتوبر 13 من رمضان لعام 1426 للهجرة. فاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما الزئبقي المعتزل محمد بركات. أما تاسعة مواجهات القمة الإفريقية فكانت في موسم 2007-2008، فاز الأهلي بهدف نظيف للساحر محمد أبو تريكة. اللقاء العاشر كان في المرحلة الخامسة لدور ثمانية لدوري أبطال إفريقيا في 14 من رمضان لعام 2008، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. المواجهة 11 انتهت لصالح الأهلي بهدف فلافيو من عرضية جيلبرتو. أما المواجهة 12 فكانت بين الأهلي والزمالك وانتهت بهدف نظيف برأس أبو تريكة عام 2012. اهلا بحضراتكم من جديد. التاريخ تاريخ حلو وتاريخ جميل لما يكون عندك ذكريات كده وارقام وتواريخ بتقولها للاجيال وبتستعيد الحديث فيها سنه ورا سنه عشان تعرف الناس تاريخك ايه. احنا بنعرض مباريات وماتشات القمه في رمضان في الستينات وفي الثمانينات وفي السبعينات لحتى الالفيه الجديده 2005 و2010. شيء جميل يا كابتن. تعليق على التاريخ يا كابتن صديق. شيء جميل جدا وفي مشرف ومحترم عشان لما الاجيال تطلع اللي هم السوارين في واحد يجي يشكك مثلا في بطولاتك او في قدراتك او في اي حاجه، فلازم انت زي ما بيقولوا كده ايه بالبلدي اطلع بالمستند الاول. سنه كذا خدنا بطوله كذا وكسبنا كذا، فالحاجات دي كلها بتبقى سي في للجيل اللي طالع جديد حاجه يتشرفوا بالنادي الاهلي يتباهوا بيها. انا استرجعت ذكريات في مباراه من المباريات اللي تم عرضها دلوقتي انا حضرتها في الملعب. كانت سنه 2005 مباراه الاهلي والزمالك، كان ذهاب نهائي افريقيا. اللي كان بيديرها. طيب ناخد التليفون اللي جاي الاول وبعد كده نكمل ذكريات رمضان. فضل. انا معايا على التليفون الكابتن يحيى يوسف المدير الفني لفريق كره اليد بالنادي الاهلي، بهنيه على الوصول للمباراه النهائيه في كاس مصر بعد الفوز على سبورتنج 30-27، وبينتظر غدا الفائز من مباراه الجيش والجزيره. كابتن يحيى الف مبروك وكل التوفيق ليك يا رب في نهائي كاس مصر غدا ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك والحمد لله وربنا يكرمنا بالفوز بكره ان شاء الله وبالكاس كمان. بنقل لك تحيات الكابتن صديق جمال عضو لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك. مباراه في كره اليد تنتهي 30-27، كانت مباراه حماسيه فيها نسبه اهداف كبيره. كلمنا عن المباراه وسير المباراه ويعني ازاي تخطيت سبورتنج عشان تصل لنهائي كاس مصر لكره اليد ان شاء الله. طبعا الحمد لله. طبعا حضرتك عارفين ان انا لسه اصلا ماسك من بالظبط بقالي 5 ايام الفريق، فكان عامل تحديين اصلا ان انت تمسك الفريق قبلها ب5 ايام وعندك ماتشات مهمه جدا فرق زي سبورتنج بتنافس برضو على بطوله الكاس، فكان حافز على اللاعبين في الناحيه النفسيه الاول. طبعا الحمد لله في الفتره اللي فاتت دي وشويه حاجات كده في الناحيه الدفاعيه والهجوميه. النهارده الماتش كان ماشي جون بجول لغايه شوط اول ما خلص 15-15، عدينا في طريقه الدفاع والهجوم بتاعتنا الحمد لله وقدرنا نركب الماتش وفريق واحد فريق اثنين فريق ثلاثه والماتش لغايه ما انتهى الحمد لله فريق ثلاثه. طيب متوالي المسؤوليه من 5 ايام يا كابتن يحيى، قدرت ازاي في ال5 ايام تعيد شكل الفريق او تحضر لمباريات كاس مصر؟ لان دي مش مباريات نقاط، هي مباراه الخاسر خلاص خارج البطوله. بالظبط. هو طبعا الناحيه النفسيه كان عامل مهم جدا ان انت غير مدرب اجنبي وتجيب مدرب ب5 ايام بتنافس كمان على كاس وكل السوبر الاسبوع اللي جاي. طبعا سيره مجلس اداره النادي الاهلي وسيره النشاط الرياضي فهي الحمد لله كانت كبيره جدا. الحمد لله قدرنا ان احنا نتعامل مع اللاعبين بالناحيه النفسيه والحافز ان انت فريق كبير بتلعب دايما على بطوله وان شاء الله نحققها، فكان حافز ليهم اصلا ان انت تكسب ماتش النهارده ان شاء الله وبكره ربنا يسهل ان شاء الله نشوف اللاعب تكون فرقه بيشكل. اعتمدت على نفس المجموعه اللي كانت بتلعب المباراة الاخيره ولا عملت تغيير في التشكيله وفي الفريق؟ حاجات بسيطه جدا، جبت من الشباب لعبتهم اكتر، اديتهم حافز برضو، بس المجموعه هي برضو موجودين من اللعيبه الكبار،
كان العامل النفسي كان مهم جدا مع لعيبه الكبار برضو، وهم لعيبه كويسين جدا مع دمج من اللعيبه الشباب اللي هم كمان شايفين ان احنا بنمسكهم السنه دي برضو. فالحمد لله عمل تنشيط شويه، واهم حاجه في كل ده الروح المهمه جدا في الناحيه الدفاعيه والناحيه الرياضيه، اللي انت تتخطى بيها الروح اصلا في اي مباراه او اي رياضه طبعا اكيد الحته دي كانت مهمه جدا من ناحيه الخطه في الدور النهارده بتاعنا. طيب مباراة الكاس خطوة قبل مباراة دور السوبر يا كابتن يحيى، لأن عندك مباراة دور السوبر خلال الأيام القادمة، والهدف منها أن الفائز هيتأهل للبطولة الإفريقية. أكيد طبعًا، دي طبعًا بتدينا ثقة كمان إن إحنا نعدي إن شاء الله، نكسب بكرة إن شاء الله وناخد الكاس مصر إن شاء الله، ومجهزنا كمان لدور السوبر مؤهلة لفوز أفريقيا على صعيد الدوري. فدي كانت دي حاجة كويسة، أكنها مباراة ودية في الفترة الجاية. مباراة رسمية جامدة وبيها احتكاك قوي معايا، كل فرقة من الداخلين هم اللي مع الفرقة اللي في الكاس في قبل النهائي والنهائي، هم اللي هيلعبوا مباراة الأسبوع برضه، فكانت مهمة جدا إن احنا نتخطى الفرصة اللي هنلعبه كمان في السوبر. ربنا يكرمنا إن شاء الله في الفترة دي إن نعدل من الوظائف اللاعبين الأحسن إن شاء الله عشان نبقى في السوبر إن شاء الله. بكرة إن شاء الله تنتظر الفايز من الجيش والجزيرة، غدا إن شاء الله مباراة الفاينل. ان شاء الله يا رب دعنا كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. المباراه الساعه كام؟ 11 ان شاء الله. كل التوفيق لك يا رب يا كابتن يحيى، وان شاء الله يعني الفريق يفوز بكاس مصر ويكون استعداد ايضا كمان لدور السوبر باذن الله. والف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن يحيى. تليفون كان مهم جدا، كان معانا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني المؤقت لفريق كره اليد بعد تخطيه سبورتنج في سيمي فاينال كاس مصر لكره اليد والوصول للمباراه النهائيه، وينتظر الفائز من الجيش والجزيره، وهي خطوه ان شاء الله قبل مباريات دور السوبر اللي هتقام ان شاء الله الاسبوع القادم في الاستعداد والتواصل، وان شاء الله الفائز بدور السوبر هيتاهل للبطوله الافريقيه. مكسب بيجيب مكسب يا كابتن صديق. اكيد طبعا، وبعدين روح جديده يعني كابتن ان شاء الله ربنا يوفقه، استلم الدفه بعد المدرب الاجنبي على ما اعتقد، ومباراه زي دي مهمه جدا جدا، قدروا يفوزوا الرجاله بتاع كره اليد، وان شاء الله هم قادرين يكسبوا المباراه اللي جايه باذن الله ويحققوا البطوله النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طيب نرجع بقى لحديثنا مباراه القمه في رمضان. انا بكلمك على مباراه موسم 2005 في افريقيا. انا حضرتها في استاد الكليه الحربيه. المباراة كانت غير طبيعية، المباراة كانت كبيرة جدا. الموسم ده كان بداية انطلاقة الأهلي الإفريقية. المباراة كان بيديرها الحكم البنيني كوفي كوجا، هدفين بركات أحمد متعب ومحمد بركات جاب الجون الثاني على ما أعتقد. لكن أجواء رمضان أنا فاكر وقتها الفطار، ما بين وقت الفطار ووقت المباراة كان حوالي ساعتين ساعتين ونص. أنا عايز أقول لك وقتها الجمهور كله كان في أحياء أو في نواحي مصر الجديدة، لأن الاستاد كلها عربية في مصر الجديدة. وقرب المطار منطقة بالكامل كان جمهور النادي الأهلي حول الاستاد بيفطر، يعني الناس كانت بتفطر حوالين الاستاد. مفيش وقت يعني عشان يجي من البيت يروح الملعب ما كانش فيه وقت. عندما يوصل الملعب كمان في اعاقه بالنسبه للي معاه سياره، في زحمه بتاع. فطبعا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، تلاقيه في المواقف اللي زي دي في اي مكان وفي اي وقت، رمضان غير رمضان تلاقيه متواجد. هي بتبقى مشقه على الجمهور اكتر من اللعيبه، بس ما الاهلي ان شاء الله على طول بيكسب تلاقيهم كل ده بيروح بالزبط. لان ماشيين فرحانين بالزبط. والاهلي كان يعني بيفرحهم، ده اللي بيخليهم يروحوا اي مكان وراه، بيخلي عندهم صبر وتاني، وهم طول ما هم وراء النادي وفي بيدفعوا النادي ان شاء الله باذن الله باذن الله النادي على طول يفرحهم يعني ان شاء الله باذن الله. طيب نتكلم على البطولات وانت حضرتك كنت يعني ايه بنتكلم كذا بطوله وبتواريخ دي حضرتك السفيدة الحمد لله كل ماده بيتملي الدواليب بتاعه النادي الاهلي من بطولات صح. من كل الحاجات اللي كان بيشاركوا فيها الاستحقاقات اللي بيخشوها، لو في لا قدر الله اخفاق بيبقى مره كل كام سنه يعني، فالحاجات دي بتبقى كنز زي ما بيقولوا للاجيال اللي طالعه والاجيال اللي مشيت، والواحد بيتباهى بيها يعني بعد عمر طويل. النادي الاهلي خد كذا 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 في عهد كذا وفي تاريخ كذا، فالحاجات دي كلها بتبقى كويسه. يجي واحد يشكك فيك في قدراتك او يجي ينتقدك، بعد ما بينتقدك بيطلع هو الغلطان يعني، ما ينفعش حد يقول لك ايه ان النادي مثلا الاهلي مش منافس لفرقه معينه، بالعكس الدنيا مش هتتشقلب يعني، كل واحد عارف على الارض ايه وضعه وايه قيمته وايه تاريخه. دايما ليا مقوله ثابته في الجزئيه دي بقول دايما التاريخ هو اللي بيكتب على النادي الاهلي، مش العكس، مش الاهلي اللي بيكتب التاريخ. يعني التاريخ هو اللي دايما بيكتب عن احداث وبطولات النادي الاهلي وانجازاته، مقولة جميلة. مش العكس، مش الاهلي هو اللي بيكتب التاريخ، لا التاريخ هو اللي بيكتب عن النادي الاهلي. اكيد مقوله جميله جدا، للتاريخ ما ينفعش يتلعب فيه، هو اللي يعني ايه بيتحط كل حاجه في التاريخ ده، ما ينفعش يقول لك انت خدت بطولات كذا وانت ما خدتش. فالتاريخ بيثبت لا في سنه كذا خدت بطوله كذا،
ودايما ان شاء الله الاستمراريه والتاريخ النادي الاهلي يعلى في كل الاستحقاقات وكل المشاركات اللي بيخش فيها يعلى اكتر يعني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب قبل ما نخش بقى في مشوار الاهلي في الدوري وعندنا اخبار المنتخب وكاس الامم والبطوله والدوريات الاوروبيه اللي بتنتهي ومباراه صلاح ان شاء الله عندنا احاديث كرويه كتيره، لكن عايز اعمل اطلاله كده سريعه على لجنه اكتشاف المواهب. اللجنه شكلت في بدايه هذا الموسم والموسم بينتهي. الدور اللي منوط بهذه اللجنه، الاختيارات اللي تمت، الفتره القادمه شغلكم ماشي ازاي؟ هو الحمد لله يعني الترشيحات والاختيارات اللي احنا توفقنا فيها طبعا بنطلع معانا الكابتن محمود صالح رئيس اللجنه، وما بيجي اي مثلا حد من الناس الوكلاء او حد موجود معانا ينتمي للنادي الاهلي بيرشح لنا حد، كابتن محمود بيبعتنا بنبص عليه في اي مكان داخل مصر او اي مكان مثلا في اي دوريات، فبنروح بنعمل نظره عليه مره واثنين وثلاثه لحد ما يقع الاختيار عليه، بعدين بعد كده دورنا بينتهي بنقدمه للقطاع الناشئين بقياده الكابتن فتحي مبروك، وهم اللي بياخدوا فيه قرار بالنسبه لانضمامه للنادي الاهلي. انما احنا عندنا رئيس لجنه كابتن محمود، وكل واحد لينا دور من اللي احنا اللي موجودين معاه في اللجنه، كابتن ناجي وكابتن حمدي وانا موجود معاهم. ناجي خليل وكابتن حمدي برضه. احنا الثلاثه مع الكابتن محمود صلاح رئيس اللجنه، وطبعا كل حاجه بنعملها بيبقى تحت اشراف مجلس اداره النادي الاهلي، وبيبقى في تواصل الحمد لله على طول يعني. اللجنه السنه دي لقيت في مواهب كتيره ممكن تنضم للقطاع او عدد مميز من اللاعبين في الاعمار السنيه المختلفه، ولا القصه بقت صعبه؟ لا الحمد لله، الحمد لله بتوفيق ربنا يعني حصلنا على بعض اللعيبه وقدمناهم للاجهزه الفنيه وقطاع الناشئين وربنا وفقنا فيهم، وحتى في ناس الحمد لله برضو تحت عينينا وشفناهم وكتبنا فيهم تقارير ان هم يكونوا موجودين باذن الله في النادي الاهلي، ودي ترجع برضو للناس المسؤوله، هم بيقيموا كل حاجه وبيشوفوا بيعملوا دراسه وبعد كده بياخدوا قرارات ان شاء الله تكون في صالح اللجنه وفي صالح اللعيبه اللي منضمه. ايه اكتر حاجه بتركزوا عليها يا كابتن صديق في اكتشاف المواهب؟ احنا بنركز على المراكز اللي ممكن تنفعنا في النادي الاهلي، يعني اي مركز مثلا بيكون عندنا فيه احنا مثلا اشترينا واحد مثلا في نص الملعب او اشترينا اثنين في نص الملعب، احنا بنشتغل لو ان شاء الله ربنا يعني يوفقنا بنحاول نشوف حد في المكان ده في الاماكن اللي احنا بنبص فيها يكون على المستوى المطلوب وبنيجي نقدمه للنادي. في حد بيطلع من قطاع الناشئين بيسد الحاجه دي اللي الفريق الاول عايزها، في حاجه بتطلب مننا احنا بالنسبه للمراكز بنشتغل عليها، فمن اول تحت لحد ما بيطلبوا مننا، لو حد طلب مننا حاجه في الفريق الاول طبعا احنا تحت امرهم ما نقدرش نتاخر، ان احنا بنجتهد ونشوف في كل الملاعب وكل الانديه الحاجه اللي هتفيد النادي الاهلي. ركز على المراكز المطلوبه، يعني عندك مثلا حته مثلا ناحيه اليمين محتاج حد فيها، بنبص ندور ونكتشف نشوف في الاماكن في الانديه كلها لحد ما نوع اختيارنا على حد وبنقدمه في النادي الاهلي. هم زي ما قلت لحضرتك الراي الاول والاخير ليهم في التقييم، ما بنروحش نجيب واحد كده وخلاص، ممكن مثلا احنا في فتره مثلا بنشتغل فيها يعني كل ما تروح حته تلاقي واحد تحت المهاجمين، تلاقي في 500 واحد تحت المهاجمين، عندنا ناس تحت المهاجمين الحمد لله في النادي الاهلي كويسه جدا جدا، فصعب تجيب ناس في اماكن يكون موجود منها يعني في النادي. يعني قبل ما بتنزلوا وتشوفوا بنبص على المركز بتكتشفوا الاول بتتبلغوا بالمراكز اللي فيها احتياجات انت عايزها. ده بالنسبه لليوم مشاركات ومسابقات، انما طبعا المدرسه يعني 9 سنين 10 سنين 11 سنه ده اللي بتختلف المعايير في الاختيار بالظبط، ان دوت ملوش دعوه بقى بايه مكانه فاضي، لا ده انت بتشوف بنشوف الموهبه، لان انت برضو اللجنه مطلوبه في ايه؟ ان انت المواهب دي في انحاء مصر كلها، انت عشان تعتمد ان حد يجي لك ممكن واحد يكون ظروفه صعبه جدا جدا صح. ما ينفعش ان هو يجي لك، لا وضعه المادي ولا وضعه الاجتماعي ان حد يجيبه مثلا من اهله ويجيبه لغايه عندك، فانت المفروض انت اللي تروح وتكتشف وتبص وان شاء الله بتلاقي، لان مصر مليانه مواهب بس عايزه ان انت تروح يبقى في دقه في الاختيار وتدور، ودي مالهاش دعوه بمراكز لان السن ده ملوش دعوه بمراكز، ده بيلعب مهرجانات بتشوف اللعيب موهوب بيجي بيخش النادي بيشتغل مع المدربين وبيعلى معاهم بقى. ليكوا ليميت معين ليميت كده في اختيار الاعمار السنيه، ولا مفتوحه ممكن توصل حتى لو شفت موهبه في الفريق الاول؟ لا والله انت لو شفت في الفريق الاول حاجه هتفيد النادي، بتنقل وجهه نظرك للمسؤول اللي معاك، والمسؤول اللي معاك بينقلها للي فوقيه، واللي فيه بيوصلها لمجلس الاداره،
ما ينفعش انا لوحدي شفت حاجه اروح للناس في مجلس اقول لهم انا شفت فلان. لا، احنا عندنا الحمد لله شغل منظم وفي العمليه تدريجيا، يعني ايه، مفيش حد يتخطى دور حد. انما لو انا شفت واحد كويس بنقل وجهه نظري للكابتن المسؤول عني، كابتن محمود، هو في المسؤول عن الكابتن محمود، في اللي مسؤول عن اللي مسؤول عنه، وفي الاخر لو حاجه تفيد النادي الاهلي ما حدش بيتاخر ان هو يضم اي حد ان احنا نشوف يكون هيفيد النادي. فكره الاداره هي جايه باستحداث جديد بالتطورات الجديده في الوسط الرياضي او في الوسط القروي بعد ما خلاص ما بقاش فيه كشافين زي زمان. لا، ما دور الكشاف من بعد ما اغلبيه الملاعب بتاعت المدارس انقرضت. يعني زمان كان المؤاخذه الحوش بتاع المدرسه كبير جدا. انا اقصد ان الاداره خير وبديل لده. في ماتشات تروح مثلا اللي راح يكتشف زمان يروح عند المدرسه يلاقي لعيبه كتير، ما فيش حاجه زي كده. زمان في الاحياء الشعبيه تلاقي في دورات وتلاقي لعيبه كتير جدا جدا. دلوقتي الاماكن دي في مكانها باركينج، في مكانها مثلا محلات اتفتحت، يعني الدنيا اتقفلت. انما زمان كان في مساحه كمان. حتى المدارس ما انا قلت لحضرتك ايه، حتى المدرسه المؤاخذه سوري يعني في الكلمه الحوش بتاع المدرسه، اللي هو بتاع المدرسه كان كبير جدا جدا جدا. في سله، في هاندبول، في قدم. دلوقتي تروح تلاقي ايه، بنوا عشان عدد السكان زاد، الناس كترت، الكثافه، عدد اقول لحضرتك ايه يعني الكثافه السكانيه او كثافه الطلبه نفسها في المدارس. الطلبه في المدرسه كان في مثلا 50% دلوقتي المدرسه فيها 100% بالظبط، لدرجه ممكن ما الاقيش حاجه يقعد عليها، واخد بال حضرتك؟ فالوضع اختلف. الاول كان في مساحات مصر زمان، بالنسبه لو كلمك على القاهره، شبرا، الاحياء الشعبيه، عين شمس، كل الاماكن اللي كان فيها مساحات كبيره طلع منها لعيبه كوره. روح العباسيه هتلاقي كل لعيبه مصر مثلا من العباسيه، من شبرا، من عين شمس، من مثلا من المطريه. كان في لعيبه كتير. كل دول الاول كان في ايه، اكتشافات، في مواهب وتكشف مواهب بالظبط. دلوقتي لازم انت بقى السيستم اتغير بتاع العمل، انزل بنفسك وتدور وتشوف. انزل دور المساحات قلت، تروح مثلا تبص في مكان معين حد بيدلك. والحمد لله احنا عندنا ناس برضو تحب النادي الاهلي، لما حد بيشوف حاجه يبقى على تواصل معانا ومع الكابتن محمود، وبننزل احنا نعمل الدور اللي احنا بنقدمه. انما زمان كان في كشافين، وبالنسبه للملاعب الدنيا كلها كانت فاضيه يعني. لا، كل التوفيق لكم يا رب في لجنه اكتشاف المواهب، وان شاء الله نشوف الفتره الجايه لعيبه كده على مستوى عالي تليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. الوقت عشان ما يسرقناش، مباراه الاسماعيلي مباراه مهمه جدا، هي مباراه كبيره، مباراه جماهيريه الاهلي والاسماعيلي، لكن هي طبعا بتقام بدون جمهور في استاد برج العرب، لكن هي مباراه مفصليه بالنسبه للاهلي عشان الدوري العام. 3 نقاط بيقربوك بنسبه 70-80% اكيد خلال الثلاث مباريات القادمه. كل مباراه بثلاث نقاط بتقربك 10-15% من الوصول لل 100%. بتبقى مهمه جدا جدا. شايف المباراه ازاي والاجواء المحيطه بيها، وفي ظل ان في اخر 5 مباريات الاهلي بيكسب وبيجيب اهداف في توقيتات قاتله كمان. ما دي مش من فراغ. في ضغوطات جامده جدا جدا على اللعيبه وعلى كل المنظومه بتاعت النادي الاهلي، لان انت عارف النادي الاهلي لا بديل عن الفوز. اكيد. يعني التعادل ده لا قدر الله يبقى انت بره الموضوع. فدي بيبقى فيه لود كتير على كل المنظومه كلها. انت بتيجي مثلا ماتش سموحه، شوف النتيجه خلصت مثلا في وقت مثلا، بس الجون كان ممكن يجي في الشوط الاول، يجي في الشوط الثاني، يجي في الوقت الضايع. المهم ان احنا الحمد لله قدرنا نحصل الـ3 نقاط. بيبقى فيه صعوبه لان الفرقه اللي جايه تلعبك بيبقى عندها مهام اصعب منك. انت بتلعب بطوله الدوري، هو هينزل لما فريق زي سموحه ينزل بيلعبك بكل الطرق الدفاعيه وبيموت نفسه، عايز المباراه تطلع درون. فانت الحمد لله توفيق ربنا قدرنا نحرز الهدف في وقت قاتل. صح. نفس السيناريو جينا مثلا الحمد لله احنا توفقنا مع انبي وجبنا جون بدري، بس برضو حطينا تحت ضغط. انا عمري ما شفت يعني برضو في ظروف ان النادي يمر بيها زي دي. في ضغوطات جامده جدا. تبقى انت كسبان واحد وخايف لا قدر الله يجي فيك جون، الوقت مكهرب، اللي قاعد على البنك بره مكهرب، اللي في الملعب، اللي قاعد في المدرج. فده في ضغط الموسم بكل تفاصيله صعبه، في صعوبه جامده جدا جدا، وبالذات عليك انت نادي بطل، انت نادي مطلوب منك بطولات، ما ينفعش انت ايه تتعادل، ما ينفعش انت تتكسل، ما فيش حد مقصر، كل الناس قايمه بدورها على اكمل وجه. بص يا كابتن صديق، انا بس في والله كلمه عايز اوصلها للجمهور. كره القدم مكسب وخساره. يعني الكوره وارد فيها المكسب وارد فيها الخساره، بس انت قدر الامكان بتحاول تجتهد وبتاخد بالاسباب وبتلعب وبتأدي افضل ما يمكن من ادائك عشان في الاخر تحقق 3 نقاط لجمهورك. كلام لكن هي الرساله اللي لازم توصل للجماهير، هو النادي الاهلي بيلعب على المكسب ولا على البطولات، لكن الكوره وارد فيها كده وكده، انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك عشان تكسب. كلام مظبوط 100%، وكنا نتطرق ليه.
انا دخلت في حته تانية اللي انت سالتني فيها، انما في حته لما نتكلم فيها يعني هم عندهم وعي وعندهم ثقافه كبيره جدا جدا جماهير النادي الاهلي. يعني احنا مش ان احنا ايه، احنا برضو لازم ننور الناس او عشان الضغوطات اللي علينا، ان في ناس برضو يعني ايه تقول لك ايه بس برضو لا ما ينفعش. لا ينفع، كره فيها مكسب وخساره، وممكن يجي لك فتره الكره ما عندك بالظبط. يعني بص حسين الشحات اي حد هيطلع ينقده، من افضل اللعيبه اللي جت في النادي الاهلي وافضل الصفقات، ولعيب عالي جدا جدا جدا، يعني لعيب ممتاز. لو ما كانش بالصفات دي او سمت او عنده شخصيه النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيجيبه. بس الكره ما عندها، في ضغوطات عليه، هو بيلعب مفكر جه النادي الاهلي في الظروف دي لازم يشيل النادي الاهلي، لازم يكسب النادي الاهلي، هو اقوى صفقه، كل الحاجات دي كلها اللعيب، في لعيب يتحملها وفي لعيب يتاثر بيها. طب نضرب مثلا ومش بعيد شويه، الناس بتنسى شويه للاسف مع الوقت، فلافيو، فاكر اول سنه لفلافيو؟ طبعا الاراء كلها كانت رايحه في اتجاه ايه؟ الجون اللي هو صفقه خاسره وما توفقش مع النادي الاهلي، والمفروض مش ده اللي يلعب في النادي الاهلي. وساعتها انا فاكر مانويل جوزيه قال لك ده من افضل الصفقات، واتفرجوا عليه السنه الجايه شوفوا هيبقى عامل ازاي، وانه قاد رياضيين وكتبت فيه مقالات وموضوعات وحاجات كتيره جدا، وفي الاخر فلافيو بعد ما مشي كان افضل مهاجم موجود في النادي الاهلي مع عماد متعب، وكان له دور كبير جدا وكان هداف، من افضل اللعيبه الاجانب، من افضل اللعيبه الاجانب اللي جت النادي الاهلي، وبقى رقم واحد بيكسب الفرقه مع المثلث ابو تريكه وبركات بالزبط. وعماد متعب. ما هنا الناس، ما عشان كده جميل النادي بيقول لك واعيه وعندها ثقافه كرويه كبيره جدا جدا. حتى برضو في فرق في الضغوطات دي هيقول لك لا ده النادي الاهلي، ايه يعني لا قدر الله وحصل اي حاجه عكسيه جت احنا مش متوقعينها، بس اللعيبه حاطه في اعتقادها وحاطه في عزم وفي اصرار وفي هدف عندنا اللي هو بطوله الدوري. انت بتعمل اللي عليك في الملعب، والتوفيق ده بتاع ربنا. ماشي. الماتش انبي الحمد لله قدرنا نحصل على 3 بونت، احنا دلوقتي 73 نقطه، عندنا مباراتين، مباراه الاسماعيلي برضو للجهاز الفني واللعيبه ولينا احنا كلنا تركيزها اعلى من المباراه الثانيه. صح. الاسماعيلي كل المباريات اللعيبه اللي فاتت كان فنيا قليل، مفيش تركيز، كان في حاله انعدام وزن، تغيير مدرب، مدرب جديد جه، اللعيبه في ظروف، في مشاكل، كل ده بيتنسي امام النادي الاهلي. لان النادي الاهلي ده حاجه تانية خالص، هيجي مركز معاك، مش عايز يخسر، عايز يلعب لغايه اخر دقيقه، عايز يطلع يعوض كل الفتره اللي فاتت، وعنده لعيبه عايزه تثبت ذاتها في نهايه المسابقه، وعنده لعيبه هيقابله برضو ان شاء الله. النادي الاهلي مش قليل، النادي الاهلي حاطط زي ما الاسماعيلي مركز، تركيز النادي اعلى بمليون مره، لان عندنا بطوله عايزين نحققها لجماهيرنا، واللعيبه الحمد لله مركزين، لعيبه النادي الاهلي مركزين. اتعامل ازاي مع المباراه؟ الاسارتي هو بس ايه، انا ما ينفعش اقيمه يعني زي بيقولوا ايه، مش تقييم، لا بص يا كابتن انا بقول وجهه نظري، عشان انا برضو ايه، انا موجود في مكان انا اقول وجهه نظري، مش انا عايزه ولا لا لا ما اقصدش اقصد يتعامل مع المباراه زي يعني انت كمدرب يتعامل انا بعيد عن النادي الاهلي. بالظبط. يعني يتعامل مع المباراه ازاي؟ تمام، هو نفس التشكيله الاساسيه ولا كل مباراه ليها ظروفها؟ لا انا 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 سعيد جدا بعوده طبعا الثقه للشحات، وان قدر برضو سجل الماتش اللي فات، وكل مدى بيعلى كيرف بتاعه بيعلى. عوده وليد، انا بحب اشوف وليد في الملعب، بس طبعا صعب ان طبعا قوه ضربه ومكسب كبير وجوده في تيم النادي الاهلي. انت شوف بينزل لو حتى كورتين، عامل لك واحده بالعرض لازارو كان هيجيبها جون، ممكن تقعد 40 دقيقه 35 دقيقه مفيش جمله زي دي اتعملت. ما الخبره هنا بتبان في المواقف دي. يعني وليد وجوده في الملعب، ازارو ابتدى يفوق برضو، الحته البدنيه عاليه جدا، ولما رجع من الاصابه ابتدى يخش مع الفرقه. احمد فتحي اللي طبعا رجع بقوه، كل لعيبه النادي الاهلي مركزه. بس هو انا عايزه يركز فيه بقى المدرب، ان يخلي باله المباراه كبيره وصعبه وقويه، تركيزه في التغييرات، في توقيت التغييرات، في تركيزه مع سير المباراه، مع سيناريو المباراه، ما يبقاش انا قاعد ممكن اعمل تغييره كويسه ان هي تقلب لي الماتش وافضل صابر عليها لحد اخر اربع خمس دقائق. شايف ان هي جزئيات صغيره لكن ممكن تكون تفصل طبعا في المباراه. طبعا طبعا انت لما يكون في فتره، ما هو الهيد كوتش يا كابتن في تغييرات يا كابتن محمد لازم تعملها، تقلب الجيم يبقى لصالحك. يعني في ضغوطات عليك في الماتش وسايب فيه حاجات في الملعب، التغيير لازم تعمله عشان يصنع الفارق، وبعدين ما تاخرش على تغييري. انت يعني مثال بسيط يعني ما ينفعش اتكلم فيه، بس هو الكلام بيجيب بعضه. مدرب ما عنده لعيب كويس جدا جدا، جه شاله الماتش عمل كده عليه، لو موجود يفرق معاه، بيلعب في البطوله الافريقيه. بعد ما شلته مثلا دخل في الجول، ما في لعيب بيبقى في الملعب قوه ضربه، وفي لعيب قاعد على البنك لازم تفكر امتى تنزله، في توقيت معين لازم تنزله يفرق مع الفرقه. ما يبقاش انا عندي واحد كويس جدا او شايف ان هو لو لعب 25 دقيقه او 30 دقيقه هيفرق ويدي باور للفرقه ويغير من شكل اللعب ونضغط على الفرقه الثانيه، اجي انزله خمس دقائق اربع دقائق.
الملاحظ الفتره الاخيره ان الدكه بقى ليها دور في الاهلي، يعني بينزل وليد سليمان بيأدي بشكل كويس جدا، ووليد طبعا لعيب لا غنى عنه، وافتقدناه للاسف في توقيت كان حساس الفتره الاخيره طبعاً. نزول مروان محسن احرز هدف، بينزل جيرالد وكان ليه دور في هدف طبعا. الدكه الفتره الاخيره بقى لها دور ايجابي مع التشكيله الاساسيه طبعا. بس البطل اللي دكته جامده هو ده بطل، انما ما تجيبليش بطل ما عندوش احتياطي بره. لو اتنين ثلاثه من الاساسيين حصل لهم اي حاجه، ودي مر بالنادي الاهلي ظروف صعبه جدا جدا صدقني يا كابتن محمد، اي فرقه في مصر لو مرت بظروف النادي الاهلي كان زمانه مثلا الخامس او السادس. ضغوطات غير عاديه بالنسبه لا قدر الله الاصابات اللي حصلت ان شاء الله ما تتكررش، وسواء حد موقوف حد لسه مش في الفورمه. فكون النادي الاهلي يلم نفسه في الظروف دي يوصل بينافس على البطوله الحمد لله، ومتصدر التوتات دي استفيد بكل واحد على البنك. وعندنا دكه الحمد لله بفضل الله كويسه جدا، اي اثنين ثلاثه من اللي ينزلوا من بره هيصنعوا لك الفرق مع الفرق. بس امتى؟ توقيت النزول ده كابتن لازم المدرب يكون مركز فيه، يكون مركز جدا في التوقيت. طبعا طبعا، انا فرد كويس جدا هجيب لك جون مثلا، وانت حاسس ان انا هفرق مع زميلي. لو واحد مش ماشي معاه وفاضل 20 دقيقه 25 دقيقه في المباراه، لا احط بقى اللي ينزل، لان انت عارف ان ده لعيب كبير ولاعب منتخب ولاعب قوي، يبقى استفيد بيه وقت ولا اديله 3 4 دقائق. ما مش كل مره انت ظروفك تخدمك ان انت تسجل كده، لا لازم تامن نفسك. انا بتمنى من الله ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه هم لعيبه رجاله ومروا بمواقف اصعب من دي جدا، نركز كده في اول ربع ساعه نص ساعه باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله نجيب جون نجيب جونين عشان الناس ترتاح. لا بس خلي فرحه الدقيقه 90 ما هي حلوه بس شقه ومجهود ذهني كبير جدا جه للناس كلها. انت مش شايف الناس يا كابتن محمد سواء اللي في المدرج او اللي في الملعب، احنا بنقعد يعني والله العظيم ثلاثه ما حد بيتملك نفسه. اصعب نتيجه في العالم 1-0 وفاضل 10 دقائق او 5 دقائق. طب نطلع نشوف التقرير الاول راي الجمهور في مباراه الاهلي والاسماعيلي، بعد كده نرجع نتكلم في الدقيقه 90. اتفضل نخرج للتقرير نشوف في راي جمهور النادي الاهلي وتوقعاته ورؤيته لهذه المباراه، مباراه الاهلي والاسماعيلي، ثم نواصل الحديث مع كابتن صديق جمال والحديث عن الاهلي في الدقيقه 90 بعد هذا التقرير. هي طبعا هتبقى مباراه صعبه جدا، اخر مباراه هتبقى في الموسم قبل ما الدوري يقف. هي الاهلي طبعا هيبقى نازل مركز وضاغط، وان شاء الله الاهلي يكسب ان شاء الله 2-0. ان شاء الله الاهلي يكسب والاهلي كبير وان شاء الله الدوري بتاعنا ان شاء الله. طبعا الاسماعيلي يعني برضو نفسه يكسب، بس برضو يعني الاهلي طبعا ما ينفعش، يعني الاهلي يعني في القمه فلازم يعني هيدوس على نفسه في اللعب شويه. طبعا بالنسبه للاداء الاهلي يعني حتى هو في اسوأ حالاته بيعرف يكسب. الاهلي فريق كبير طول ما احنا عارفين دايما، الاهلي فرقه اعظم نادي في الكون. قابلتنا ظروف صعبه الفتره اللي فاتت، بس احنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليها وبين اول دوري. بالنسبه للاداء الاسماعيلي فرقه كبيره وفرقه محترمه، بس احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نكسبها ونحقق الفوز، وان شاء الله نضمن 3 نقاط ان شاء الله باذن الله. تقرير سريع استطلعنا فيه راي الجماهير، لكن الكل متفائل يا كابتن صديق. الناس متفائله وعارفه قيمه النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي في المواقف الصعبه. يعني كلام جميل بتاع الشاب الصغير بيقول لك الاهلي فريق كبير بيقدر يتغلب على الظروف. صح. فعلا اتغلب على الظروف دي، النادي دي جماهير كلها عارفه الحته دي ودي مطمنهم. الاهلي في المواقف الصعبه الحمد لله بيتغلب على الظروف وبيقدر يوصل للهدف اللي هو يحققه باذن الله. الدقيقة 90 بقى انت خليت العالم كله يتكلم عليك. ليه؟ فكرة انك تجيب هدف في الدقيقة 90، ده احنا دلوقتي بنعمل تاريخ جديد، عدينا ال 94 وال 98. يعني بنوصل لمرحلة اللي انت مش بتفرح جمهورك، انت بتقتل اي منافسة للمنافسين معاك. بمعنى اصح انت بتوصل لهم احساس ان انا موجود، ما تطمنش للنتيجة الا لما الاتوبيس الاهلي يطلع من الاستاد. فانت لا انت كمان بتوصل رسالة للمنافس ان انا موجود هكسب في اي وقت وهكسب ومش هسيب المسابقة، يعني مش هسيبها. ما دي بتسبب للمنافس زي ما اتكلمت برا الفاصل، بتسبب للمنافس ضغط عصبي وذهني. يعني انت قاعد خلاص اطمن، انت فقدت مثلا نقطة ونقطتين او 3 نقط، انت بتفاجئه، دي بتبقى ايه رصاصة الرحمة زي ما بيقولوا، بتروح في الاخر خلاص فقد الامل بقى في ان هو ايه عايزك لا قدر الله يحصل لك اي عراقيل او حاجه. فدي خلي بالك دي مش جديده، هفكر بس حضرتك والساده المشاهدين، لان تاريخ النادي الاهلي كبير
ولازم برضو نفكره للناس. انا كنت صغير في السن، صغير جدا يعني. كان الاهلي كان بيكسب، جه مره كان بيكسب في اذان العصر، يقول لك ايه ننتقل للاستوديو عشان اذان العصر، يجي ينقله الاذان محمد عباس جايب جون او جنيه. يجي مثلا الاهلي بيلعب مصنع 36 بيلعب اسكو، الانديه دي زمان كانت انديه كبيره جدا طبعا، اللي كان فيه كابتن رمضان السيد وكابتن حمامه وكابتن شفه وكابتن اينو، كابتن احمد عبد الباقي في الماتش خلاص خلص في الوقت الضايع يطلع يجيب جون، كابتن حسام بدري مره جاب جون خلاص الماتش خلص في الدقيقه الوقت الضايع الثانيه الاخيره. فالاهلي من زمان الحته دي ساعه وقت الشده الرجاله بتطلع بقى بتاعته واللعيبه بيحلوا الموقف. فحاجه بتبقى مفرحه. انا معاك خلص في اول ربع ساعه بس برضه جون في الدقيقه 90. انا نفسي في اول ربع ساعه ليه؟ ان احنا يعني وده حصل نرتاح. ده حصل في ماتش امبارح على فكره، ما جبنا جون بس احنا ربنا يكرمنا بالثاني والثالث. اصعب نتيجه كابتن محمد 1-0 برضه تسبب عليك ضغوطات، لان قدر الله تجي لك واحده مرتده كوره ثابته، ما الاجوان بتيجي ايه؟ اخطاء كورنر، في واحد مش ممسوك في وسط الدفاع واقف مثلا مش مركز مع واحد، تيجي ضربه ثابته. فان شاء الله ربنا ما يحطناش في موقف زي ده ونكسب كده ونفرح الناس باذن الله من الاول ان شاء الله. وجود فاصل زمني ما بين مباراه انبي ومباراه الاسماعيلي حوالي 5 ايام او اسبوع، شايف الفاصل ده بيدي اريحيه للجهاز انه يحضر بشكل جيد؟ طبعا لما يكون عندك فتره زمنيه كويسه 4 ايام 5 ايام في عندك الناس مثلا لو في واحد او 2 او 3 مجهدين الراحه بتفرق، غير ما يكون المباراه متلاحمه كل يومين كل 3 يعني مباراه كل 3 ايام، فدي صعبه جدا جدا. فانا شايف الخمس ايام دول كان بيدوا رؤيه وبيدوا ارتياحيه للمدير الفني كابتن ان هو في اختياراته يكون موفق فيها. شايف مين ممكن يرتاح مثلا او يوم او يومين برضو يرجع للمباراه الثانيه بيبقى فريش وكويس. فالحمد لله برضو من دي كويسه في صالحنا الحمد لله ان في فتره زمنيه كويسه يقدر اللعيب يرتاح فيها. قبل المباراه الاخيره الاسماعيلي لما فاز على الداخليه ب 2-0 كان عنده نتائج سلبيه في الثمان مباريات اللي قبلها. ده معناه انه استعاد نغمه الانتصارات ولا ده معناه ايه قبل مباراته مع الاهلي؟ هو بس هو طبعا الداخليه هبط فالدوافع مش موجوده، ما كانش عنده دوافع نادي الداخليه ما عندوش الدوافع ان هو ينزل يقدم عرض قوي قدام نادي الاسماعيلي. المدير الفني مشي، في حد جه مكانه، اللعيبه خلاص بقى كل واحد بيدور هروح امضي مع مين الموسم اللي جاي. فالفريق كان فاكك شويه بتاع الداخليه، مش بتركيز زي ما كان بيلعب عايز 6 بونت عشان يقعد بيهم في البطوله، مش هو ده اللي لعب النادي الاهلي، الداخليه لعبت الاهلي، مش هو ده اللي لعب نادي الزمالك مثلا كان هيتعادل ويضيع ضربه جزاء. فالدوافع اختلفت وما بقتش مقياس. الدوافع لما بتختلف بتفرق، جت بالسلب على فريق الداخليه، هي ادت باور او ادت ايجابي للاسماعيلي انه يطلع من الحاله اللي هو فيها. الاسماعيلي مر بظروف صعبه جدا جدا برضو، بس زي ما بقول لحضرتك ممكن الظروف دي توقع فرقه ما تتلمش نفسيه، ممكن فرقه ثانيه تمر بظروف تقدر تقف على رجليها. بس طبعا مباراه النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي هتبقى مباراه كبيره جدا جدا، الناديين كبار، وزي ما النادي الاسماعيلي عامل حساب النادي الاهلي ومركز جامد، برضو النادي الاهلي عامل حساب الاسماعيلي غير ما يلعب مع فرقه ثانيه. مباراه الاسماعيلي والاهلي ملهاش اي معايير بالنسبه لايه ان ده ترتيبه ايه في الجدول، يعني جدول الدوري لا يمت المباراه بصله. ما ده كنت لسه اسالك عليه، للاسماعيلي في المركز السابع ب 41 نقطه وفوزه على الداخليه هي كانت المباراه اللي طمنته اكتر. عنق الزجاجه للاسماعيلي يبعد عن فكره الانديه اللي بتواجه شبح الهبوط، لانه خلاص 41 نقطه اللي في المركز ال 16 ب 34 نقطه بتروجيت، لو كسب المباراتين القادمتين هيبقى ده اخر فريق في الفرق اللي هي الهابطه، هيبقى 40. فبالتالي الاسماعيلي خلاص بعيد عن فكره شبح الهبوط. ما هو الاسماعيلي بعيد، حتى قبل الماتش اللي فات كان يحتاج بونت او حاجه عشان نفسيا يرتاح. بس هو لحضرتك هو حقق الهدف المرجو منه في مباراه الداخليه، هو كان عايز 3 نقاط وحظه حلو جدا. والنادي الاسماعيلي برده من نعم ربنا عليهم ان هم ما قابلوش فرقتين وهم محتاجين للنقاط دي يكونوا هينزلوا. كان الاسماعيلي كان ممكن يعاني بالظروف اللي هو بيمر بيها بالظبط. فبرضه بارك لهم على المباراه الداخليه، بس ان شاء الله احنا نكسب يعني باذن الله مباراه الاسماعيلي، لان احنا اولى بال3 بونت. اهميه اللقاء الدوافع اللي عند النادي الاهلي اقوى من الدوافع بتاعت الاسماعيلي. بس على الجانب الاخر لو هنظر على دوافع الاسماعيلي، في لعيبه عايزه تثبت وجودها، في لعيبه عايزه تتسوق للموسم القادم، في لعيبه عايزه تثبت وجودها في الاسماعيلي عشان تكمل مع الفريق. ده ممكن تكون دوافع عند اللعيبه مش عند الجهاز الفني، لا عند اللعيبه نفسها بتاعت الاسماعيلي. بص بالنسبه للاسماعيلي تختلف عن الداخليه والفرق اللي خلاص هبطت. ليه؟ النادي الاسماعيلي نادي كبير، كل اللي موجودين فيه دلوقتي يعني هم المفروض يكونوا سعداء جدا ومبسوطين. النادي الاسماعيلي نادي كبير ومحترم طبعا، وليه تاريخ كبير في الكره المصريه وكان بيمتع الناس كلها. اللي موجود دلوقتي ما اعتقدش ممكن يكون واحد اللي كان عايز يمشي،
ان بقيه اللعيبه هم مبسوطين ان هم في نادي الاسماعيلي لان مش نادي قليل، بس حته الدوافع ان هي بتاعه المكسب او التعادل او مثل الحاجات دي مش هتبقى موجوده زي ما موجوده عندنا، هي موجوده لاسم النادي. النادي الاسماعيلي عايز يقدم عرض طيب امام النادي الاهلي، مش عايز ينزل يجي مثلا يتغلب 3 4 فتلاقيهم مركزين، بس احنا تركيزنا باذن الله هيكون اعلى واقوى. احنا عندنا دوافع واحنا محتاجين المباراه، دافع البطوله احنا محتاجين المباراه اكتر منهم ولاعيبه النادي الاهلي سواء اللي هم منضمين المنتخب او حتى اللي عايزين يروحوا المنتخب، وتركيزهم للبطوله مش اكتر ان هو عايز يلعب كويس يروح منتخب مصر، لا هو كده كده هيتاخد منتخب ولاعيبه كويسه جدا، بس الدافع عنده ان هو يحرز بطوله الدوري عشان يعوض الجماهير الكبيره عن البطوله اللي راحت منه. طيب كان في تصريح النهارده للكابتن طارق سليماني اتقال الصبح ان قال ان فوز الاسماعيلي على الداخليه دفعوا لخوض المباراه القادمه بدون ضغوط، يعني فوز الاسماعيلي على الداخليه هيخليه يلعب المباراه القادمه بدون ضغوط. تتفق مع هذا الراي؟ اتفق. قبل ما حضرتك تقول لي السؤال انا رديت عليه قلت لك حضرتك ان الداخليه لما الاسماعيلي كسب كان عنده الدافع يكسب عشان يرتاح، فخلاص مفيش ضغوطات، خد الثلاثه بونت. الداخليه خلاص كان زي ما بيقولوا ايه بالبلدي هبط خلاص سلم، قال لك انا نزلت. فدي ادت الاسماعيلي ارتياحيه كهدوء جوه النادي ان خلاص بقى يعني موقف الاسماعيلي مفيش مشاكل، انما لو هو لا قدر الله الاسماعيلي كان محتاج زي ما قلت لحضرتك 3 بونت ولا 6 بونت وهينزل في الظروف اللي مر بيها كان ممكن يحصل له كده. صح، يعني نادي سموحه بالامكانيات اللي عنده انت ما كنتش تتوقع ان هو يبقى في المكانه دي. انت عارف سموحه لو اتغلب الماتشين ينزل سموحه 2 كل واحد سموحه متعلق. 35 نقطه طبعا كل بص يا كابتن من الثامن لحد تحت الدنيا مكهربه، يعني انا 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 حاسبها يا كابتن. انا جدول الدوري المصري السنه دي بقى شبيه للدوري الجزائري بصراحه. كابتن سموحه بتروجيت 35 سموحه 34 بتروجيت المباراه اللي جايه، يعني اللي هيخلص على الثاني لو واحد كسب انا ماسك كاتب يا كابتن صراع لابوت هيتحدد في الجوله دي بنسبه كبيره، هيبقى في كده جوله الاخيره سيبك من المؤجلات اهلي وزمالك، لا بكلمك عن الناس اللي خلصت مبارياتها تلاقي عنده مباراه ومباراتين. صح، فانا بتكلم عن النقطه دي يعني. طيب قبل ما نكمل حديثنا في موضوع المؤجلات وشكل الهبوط والمقدمه نخرج لفاصل ثم نعود الحديث مع الكابتن صديق الجمال بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا الفاصل والحديث متواصل مع الكابتن صديق الجمال. كابتن صديق قبل بس ما اخش في موضوع الهبوط لان الامور متشابكه قوي في جدول الدوري، ماتش الاسماعيلي تتوقع قبل ما نختم هذا الموضوع ماتش الاسماعيلي تتوقع ان يكون فيه اهداف عاليه ولا مباراه تبقى مقفوله؟ لا هو مباراه تبقى مقفوله شويه عشان برضو الاسماعيلي عامل حسابه في الملعب يعني، وممكن الاهداف هتبقى قليله مش كتير قوي. احنا بنتمنى ان احنا نحرز اهداف يعني بس هي هتبقى مقفله شويه. تتوقع في مش هيكون في فنيات عاليه قوي، المباراه هتكون مقفوله وضغط هتبقى في ضغوطات في المباراه ويبقى يعني الاهداف هتبقى قليله شويه بس احنا بنتمناها كبيره يعني نكسب 2 3 ربنا يكرمنا باذن الله، بس هتبقى الاسماعيلي لازم نقفل تمام لان برده الكابتن صبري مينوا عارف حجم وقيمه النادي الاهلي فمش هينزل لو نزل فتح كده هو يخاف من الحته دي، وهو بصراحه ليه تاريخ طويل قوي في التدريب مع النادي الاسماعيلي ومسك الاسماعيلي في توقيتات حرجه وقدر ينتشل الاسماعيلي من توقيتات كانت صعبه وبيختم الموسم بمسابقه الكاس بيفوز بالبطوله مثلا هو لاعب برضو عايز يبقى موجود في المكانه دي فبيلعب بحرص وبيقفل عشان ما يلعبش مفتوح ويجي مثلا بتفرق معاه. طيب شكل الدوري بصراحه غريب يعني انت بتتكلم النجوم خلاص النجوم هبط والداخليه هبط رسمي. لكن بتروجيت من المركز ال 16 لطلائع الجيش في المركز الثامن انت بتتكلم في نص فرق الدوري الفرق بينهم بالظبط حوالي 3 نقاط يعني مباراه واحده ما هي ولسه متبقي لفرقه فيها مباراتين ولفرقه اخرى 3 مباريات ما هي قلت لحضرتك من الثامن لحد اللي هو ال 16 من طلائع الجيش ليمبي دجله الانتاج الاتحاد الجونه الحرس سموحه بتروجيت اللي عنده 34 او 35 واخد بال حضرتك واللي فوق 37 انت بتتكلم في مباراه ماتش واحد لو في واحد من اللي تحت المباراتين اللي جايين هيبقوا في سهوله ليه كسبهم ده يحسن في الترتيب هيطلع فوق كتير جدا جدا مزبوط. يعني على سبيل المثال بالنسبه لسموحه
وبتروجيت، مباراه قويه جدا جدا بكره. سموحه مع بعض يعني انا يعني وجهه نظري انا بتمنى سموحه يكسب. يعني وجهه نظري الشخصيه ليه، برضو فرقه كويسه وثلاثة بونت و8 بس احنا على حياد من الفرقتين يا كابتن. ها؟ احنا على حياد من الفرقتين. لا ما انا عارف احنا كقناه النادي الاهلي عايزين المباراه تطلع كويسه وربنا يوفق اللي يلعب كويس، بس انا من داخلي من جوايا نفسي سموحه اللي يفوز بالمباراه. يعني. نفسي انا بقول لك اللي في قلبي يعني. واخد بال حضرتك؟ ثلاثة بونت 8 يبقوا 38 بونت. لو بتروجيت كسب برضو ربنا يوفقهم، لا حد يفكر ان احنا بنهمدهم او حاجه يعني. لو كسب يبقى 37 بونت. برضو ينقلوا بتروجيت ال 37 هو الكسبان منهم هيقعد بنسبه 60 70% في الدوري، هيجيب الثاني لا مؤاخذه كابتن هيجيبه في مكانته هو يتخطاه صح، يعني هيجيبه تحتيه هو يعديه في جدول الترتيب. المباراه الثانيه ما تقلش صعوبه عندي، عندك امبي والمقص، امبي برده من الانديه اللي لو نزل تزعل عليها، منظومه كبيره وليه برده باع في الدوري الممتاز، والمقص عايز يقرب من المنافسه، والمقص بيلعب الحته اللي فوق بس برده عشان الكونفدراليه. شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن محمد عشان اكون واقعي ما اكونش انا بجامل حد، احنا بنتكلم على الهوا يعني وفي ناس بيتفرجوا علينا. امبي او سموحه ممكن اقول لك يصعبوا عليا بس هم يستاهلوا يتحطوا في المكانه دي. ليه؟ المباريات اللي فاتت دي كلها وتغيير الاجهزه الفنيه، هل الناس اللي هم ماسكين الانديه دي المنظومه بتاعتهم بالسهوله دي فرطوا في فرقه الكوره اللي هم بيشرفوا عليها ان يخلوها في المكانه دي؟ يبقى انت تحمل خطاك ان انت من الاول ما عرفتش تدير الفرقه اللي انت مسؤول عنها، ولا كلامي غلط؟ ده دي بنحطها كزي ما بيقولوا ايه قرصه ودن كده، لما حد منهم ربنا يكرمه ويبقى فيه نجات من الهبوط ما تتكررش معاه السيناريو ده الموسم اللي جاي. تمام، فهمت قصدي؟ عندك مباراه وادي دجله وحرس الحدود نفس الاطار، وادي دجله 36 نقطه، حرس الحدود 35 نقطه، برضو في المباراه في غايه الصعوبه، وبرضو دجله من الناس اللي بتقدم كره كويسه والفتره اللي فاتت كان عاملين مباراه كويسه، وبرضو الحرس طارق العاشي جابهم من بعيد، حرس كان في الاول خالص كان في الاخر الدوري، فكون انه يوصل للمكانه دي برضو دي تتحسب له، بس المباراه دي فاصله. اللي هيكسب بكره في الماتشات ديت بنسبه 80% قاعد في الدوري. ما والله يا كابتن اسوأ نتيجه للفرقه دي كلها انها تخلص تعادل. بص مباريات غدا سوف تحدد بشكل كبير الفريق اللي هابط مع النجوم والداخليه، انا كاتبها قبل ما اجي لحضرتك، كاتبها قدام. الثلاثة بونت دول زي ما حضرتك قلت يا كابتن محمد هيوقعوا الفرق، هينزلوا. هي اسوأ نتيجه ان تخلص الماتشات دي تعادل، لو حصل تعادل هيبقى مكسب لفرقه ثانيه. لا لو الماتشات كلها خلصت تعادل اقصد هيبقى يبقى الوضع كما هو عليه، ده هتبقى مشكله كبيره، حتى لجنه المسابقات ممكن الجوله الاخيره ما تحسمش مين اللي هينزل، فتضطر تعمل دوره بقى رباعيه او سداسيه. هي دوره رباعيه بس هنا ممكن يحسموها ازاي؟ اللي مثلا المواجهات المباشره، المواجهات المباشره بعد كده فريق انت في الدور الاول مثلا والدور الثاني انت كسبتني انا كسبتك سكور ملعبك في ملعبي، فهي بتحسب كده فرق الاهداف، في زاويه هتخش في زاويه حسابيه صعبه في منطقه يعني. بالنسبه للاتحاد هتصعب عليهم الدنيا كلها بالظبط، ده في ناس مقدمين من التماسات مش عايزين يبقى فيه هبوط، في ناس مش عايزين حد يبقى لا مش قصدي دي احنا عايزين الدوري السنه الجايه واللي بعدها بدل ما يبقى 18 يبقى 16 و14 زي الدول العربيه الثانيه والدوريات بتاعتها ناجحه، انت لما تعامل الهيصه دي كلها 18 فرقه ومؤجلات وضغوطات عليك، طب ما انت من الاول تحسم البطوله. انسب حاجه للدوري المصري انا والله في مره في مكالمه مع الحاج عامر حسين 12 فرقه امتى الدوري هيرجع ل 16 و14 فريق؟ قال لي يا ريت يحصل ده، ففكره انك تلغي الهبوط والعدد يزيد لل 20 نادي لا هتبقى صعبه جدا. فهي زي ما قلت اتفضلت حضرتك كابتن محمد، المباراه اللي هي بتاعت بكره هتحدد بنسبه كبيره، واحنا مش عايزين تتكرر يكون في تعادلات ويبقى لغايه اخر جوله في البطوله. وفي نفس الوقت برضه في مباريات للصراع على المراكز المتقدمه. يعني انت بتتكلم مثلا في مباراه المصري والانتاج الحربي، المصري بيحاول يقرب او يعني ياكد وجوده في المركز الرابع. بس الانتاج محتاج الثلاثه بونت. والانتاج محتاج الثلاثه بونت. عنده خطوره في الهبوط، لكن الدوافع مختلفه اقصد. الدوافع مختلفه للاثنين، واحد عنده دافع ان هو يحقق مركز، والثاني عنده الدافع ان هو ما يهبطش. المصري عايز يطلع فوق. خطوة للأمام. الإنتاج بعد ما كان، تعرف الإنتاج ده كان متصدر الدوري في أول خمس ست أسابيع، هو الدوري بتاعنا متزغزب سبحان الله متزغزب. تخيل بقى إن قاعد لغاية آخر لحظة محتاج 2 بونت 3 بونت يعادوه، دوري غريب شوية. طيب قبل ما نكمل حديث في موضوع الدوري معنا تقرير جمهور النادي الأهلي بيوجه رسالة للاعبين مع اقتراب المنافسه من خط النهايه، خلاص احنا بنتكلم في ثلاث جولات، مباراه الاسماعيلي، مباراه المقاولون العرب، مباراه الزمالك، 9 نقاط او 7 نقاط على الاقل، 80 نقطه، 82 نقطه،
تضمن الفوز ببطوله الدوري رقم 41. نخرج لهذا التقرير نشوف الجمهور ايه هي رسالته للاعيبه، ثم نواصل حديث مع كابتن صديق جمال بعد هذا التقرير. ان شاء الله يكملوا على خير كده وياخدوا الدوري ونعوض السنه الجايه افريقيا وان شاء الله الدوري السنه دي في الجزيره. يعني احنا معاكم وفي ظهركم وانتوا قد المسؤوليه، وان شاء الله تاخدوا الدوري الموسم ده، وانتوا رجاله واحنا معاكم ووراكم وفي ظهركم وبنشجعكم ويعني بنحبكم جدا. طبعا هم لعيبه رجاله يعني، ومعروف ان الاهلي كل سنه يعني لازم يطلع ببطوله، ما ينفعش السنه ما يطلعش ببطوله. اهم حاجه بس ان هم ما يتاثروش يعني بان ده مثلا افريقيا او كونفدراليه، يعني ان شاء الله الدوري طبعا مع الاهلي هو يعني اهم حاجه، بس ان شاء الله السنه الجايه كل البطولات تبقى زي مع النادي الاهلي زي كل سنه يعني، وبس ولعيبه رجاله يعني وربنا يوفقهم ان شاء الله. احب اقول لهم يعني ان شاء الله هم عملوا موسم كويس، ان شاء الله باذن الله ناخد الدوري السنه دي ان شاء الله. احب ان احنا ما نضيعش اي مجهود، يعني كابتن الخطيب جاب لنا صفقات كتير وان شاء الله ما نضيعش مجهود، بس الجمهور وتعب الجمهور بيتعب جدا مع اللعيبه، فاحنا محتاجين ان شاء الله ان هم ما يضيعوش اي نقطه في الموسم اللي في الماتشات اللي جايه ان شاء الله، ان شاء الله ناخد الدوري باذن الله. ان شاء الله اقول لهم انتوا لعيبه رجاله جدا ومستنيين منكم المزيد، وما يهمكمش والعبوا برجوله. انتوا معودين ان انتوا تفرحوا النادي الاهلي ومعوديننا دايما ان انتوا تلعبوا تحت ضغط، فالسنه دي ان شاء الله لازم تثبتوا للنادي الاهلي وتثبتوا للدنيا كلها ان احنا فعلا ابطال مصر. والله انا اقدر اقول للعيبه ان احنا كجمهور النادي الاهلي طول عمرنا ما بنقبلش اي شيء غير البطولات، فاحنا بعد ضياع بطوله افريقيا ما فيش قدامنا دلوقتي الا بطوله الدوري. فانا عارف ان انتوا رجاله وقد المسؤوليه، وازاي هتقدروا ان انتوا تفنشوا الدوري اول زي ما كنا متعودين منكم كل مره، وان شاء الله ربنا يكرمكم لان انتوا ايه تعبتوا كتير في الموسم دوت، وربنا يكللوا بالبطوله ان شاء الله. احب اقول لهم ان احنا هنفضل الجمهور هيفضل وراها حلوه وعمره، وما يتاثروش باي حاجه مهما كانت، لو خسروا ان شاء الله لو 10-0 ما يتاثروش، هم قدها وان شاء الله ربنا يكافئهم على المجهود اللي هم عملوه، ان كان المجهود خسروا فيه في الماتشات او كسبوا فيه، وان شاء الله ربنا هيكون معاهم. رسائل إيجابية مميزة من جمهور النادي الأهلي بمختلف الأعمار السنية، رسائل إن شاء الله توصل لكل لاعب في الفرقة عشان يستعدوا إن شاء الله للمرحلة القادمة. الجمهور عارف إيه المطلوب واللاعيبة عارفة إيه المطلوب والجهاز الفني، وفي تحضير متميز جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في هذا الشأن، إن هو يفصل تماما الفريق في كل هذه الأمور عشان يتحضر ذهنيا وفنيا وبدنيا للمباريات القادمة. رسائل الجمهور يا كابتن صديق مهمه في التوقيت ده، رسائل معنويه، رسائل ايجابيه ترفع من الروح المعنويه. اكيد بتدي دفعه وبتدي حافز، اللي اكيد برضو اللعيبه بيسمعوا التقارير دي، يعني الناس كلها عندها ثقه كبيره جدا، يعني في ناس المدام اللي اتفضلت بتقول لك عندنا ثقه كبيره في اللاعبين واحنا في ظهرهم، دي حاجه كويسه جدا بتديهم باور وتديهم دفع. يعني في ناس بيقول لك معودينا دايما على الفرحه، وفي واحد تاني بيقول لك المجلس جاب لعيبه كتير كويسين ويعني ما بخلش بحاجه على فريق الكوره، وواحد تاني بيقول لك الاهلي بيتغلب على الظروف، يعني الظروف صعبه كتير جدا جدا النادي الاهلي يتغلب عليه. فطبعا دي رسائل مهمه جدا جدا وبتدي دافع وبتدي باور للعيبه. وانت اتفضلت كابتن محمد برضو حته ان الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قفلوا على اللعيبه الفتره دي من الايجابيات الكويسه جدا جدا جدا، عشان كله يبقى مركز، مفيش حاجه تشغله عن المهام اللي هو جاي فيها، بالذات اخر ثلاث مباريات والمباراتين اللي هم اتلعبوا سموحه وانبي، ودي كانت هتتحسب ليهم يعني. طيب انا قدامي رقم ما ينفعش اتجاهله. يعني في ظل الغيابات اللي حصلت في خط الدفاع، غياب محمد نجيب، غياب رامي ربيع على مدار الموسم ما لعبش غير ماتشين ثلاثه بسبب الاصابه، تبديل ما بين ايمن اشرف وسعد سمير، ثم بعد ذلك اصابه سعد سمير، ثم دخول ياسر ابراهيم صفقه جديده، اصابه الشناوي فتره، اصابه اكرامي فتره، اصابه علي لطفي، ودايما في تبادل في المركز، لكن مع ذلك اقوى خط دفاع وافضل كلين شيت في فرق الدوري كلها هو النادي الاهلي. لم يدخل مرماه سوى 18 هدف، وافضل كلين شيت في كل فرق الدوري هو النادي الاهلي محمد الشناوي، بيقرب من 12 13 مباراه لم يحرز فيه اي هدف. الرقم ده معبر بمعنى ايه؟ رقم يعتبر مميز جدا جدا للعيبه النادي الاهلي بالذات في الخط الخلفي، لان احنا جينا اتكلمنا اكتر من مره النادي الاهلي فقد الحته اللي في القلب دي اكتر من مباراه، عدم جوزيه واصابات
ويقفات وفيها مشاكل كتير جدا جدا، ومع ذلك محافظ ومع عليه. ذلك واقف عليه وعنده توازن، والحمد لله الحمد لله كل اللي كان بينزل يأدي سواء باك ليفت دخلته مثلا سيرد باك زي ايمن اشرف في فتره صح الباك رايت والباك ليفت لعبوا مساكين، دخلوا لعبوا مساكين، محمد هاني برضو تتحسب للجهاز الفني وتتحسب للعيبه. اللعيب برضو لما يكون عنده فنيات عاليه وعنده امكانيات ولعيب تكتيكي بيفرق معاك في الملعب، بتوظفه في اي مكان، فدي حاجه كويسه تتحسب للجهاز الفني، تتحسب للعيبه. انا قلت لحضرتك في البدايه الاهلي مر بظروف صعبه جدا جدا، لو حد يا كابتن محمد مر بيها كان ممكن يبقى سادس السابع، وفي الخطوط كلها انت اتكلمت على خط الدار عشان في احصائيه قدامك بالنسبه للاهداف. عندي احصائيه برضو للاهداف الايجابيه. الاهلي كم هدف احرز؟ 51 هدف. 51 هدف قريب من بيراميدز والزمالك بفارق 7 اهداف، بس في نقطه ايه اسف بس يا كابتن صديق عايز اشرحها. اتفضل. الاهلي تخطى ال 50 هدف ويتخطى ال 50 هدف والهداف عنده علي معلول الظهير الايسر بست اهداف في الدوري، وما عندك غياب ازارو حوالي شهرين بسبب اصابه، غياب مروان محسن بسبب اصابه، غياب جونر جاي حوالي 4 شهور بسبب الاصابه، ومع ذلك قدر الاهلي يتخطى ال 50 هدف في الدوري، يجيب السكور ده ويجيب السكور ده. ما دي بتحسب برضه عايز دراسه. لا دي حاجه ايجابيه للعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي يعني لما باك ليفت يطلع يجيب عدد من الاهداف دي، سواء كور ثابته او ضربات جزاء او مساك يطلع يجيب جول من ورا او الثلاثه اللي تحت الفيرويد، يعني من 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 السنين اللي مر بيها النادي الاهلي يعني ما تلاقيش مثلا الهداف راس حربه. يعني انت عندك راس حربه الاساسي مروان، راس حربه الاساسي ازارو، راس حربه صلاح محسن، دول ليه بنقول راس حربه اساسي؟ ان دول اللي هم بيجوا الثلاثه من الخلف ده راس حربه ثابت، دي المحطات الاساسيه بالزبط. داخل النادي الاهلي يعني دول لما جم النادي الاهلي ثلاث رؤوس حربه. الاسترايكر دوت بيبقى محطه للناس اللي جايه من تحت، الثلاثه اللي جايين من تحت، الناس اللي بتسجل من تحت برضو الناس دي بتعمل بتشغل في الملعب، هم ما بيسجلوش اللي هم المهاجمين الاساسيين لان بيعملوا برضو خلخله وبيعملوا خلق مساحه للناس اللي جايه من تحت. بس الكره كانت ما عندهم من اصابات، ما عندهم من ايقافات، فالحمد لله ان ربنا بيعوض علينا بالناس اللي جايه من تحت. وده رقم يتحسب لعيبه النادي الاهلي ان الاهداف دي كلها ومش فيهم راس حربه. 51 هدف عامل سكور ثلاث مباريات، يعني انت في ثلاث مباريات لو جبت سكور في مباراه ممكن تتخطى افضل الهدافين ويبقى عندك افضل هجوم في الدوري. ان شاء الله بنعمل حاجه كويسه يعني بالنسبه للفراوده، يبقى عندك عدد اهداف كبير تضرب بيه اي رقم في الدوري العام، زي ما ضربت الرقم بتاع اللي هو اقوى خط دفاع. يعني حاجه كويسه جدا يعني. ان شاء الله باذن الله. طيب ده كان حديث عن المباريات المحليه وحديث عن مباراه النادي الاهلي، وده اللي بيهمنا مباراه الاهلي والزمالك. لكن اخر دقيقتين ثلاثه معانا في الحلقه حابب تتكلم عن نهائي دوري ابطال اوروبا، مباراه ليفربول وتوتنهام ان شاء الله يوم 1 يونيو. ده النهائي الثاني لمحمد صلاح مع ليفربول. العام الماضي كان سيء الحظ، اصيب بعد 25 دقيقه وخرج نتيجه الاصابه في اصطدام حظه كان سيء جدا مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد. المره دي شايف الديربي، او هو ديربي انجليزي لكن شايف النهائي ازاي؟ هو انا شايف النهائي باذن الله، باذن الله اول حاجه بتمنى التوفيق من عند ربنا يكون حليف ليفربول بقياده محمد صلاح، لان انا نفسي ان هو ياخد بطوله. يعني السنه اللي فاتت هو عمل انجاز برضه يتحسب ليه ويتحسب ليفربول، الموسم اللي فات جايب 22 هدف والسنه دي حقق نفس الرقم، يعني هداف الدوري الانجليزي على مدار موسمين. موسم كان لوحده فري ان هو الهداف، والموسم السنه دي في منافسه مع ساديو ماني وأوباميانج فطبعا دي تحسب له. بس يا كابتن انا المباراه هتبقى قويه جدا جدا، انا شايف ان في افانتاج ليفربول ان هم حتى في الدوري مفنشين كويس ومحققين، عندهم اثنين هدافين كبار وعاملين حاله في الفرقه وعاملين مباراه قويه جدا جدا. تخيل ان هم خسروا مباراه واحده على ما اعتقد في الدوري الانجليزي وعندهم فرقه كويسه، فانا شايف ان في صالحهم. بس النهايات عندهم دايما بالسعيده. لا وتوتنهام تحديدا مع يورجن كلوب. لا وتوتنهام فرقه رخمه على يعني فكره. توتنهام السنه دي من خلال تشينو المدير الفني لم يتعاقد مع اي لاعب في الصيف او في يناير للموسم الحالي. كل الخزينه الماليه او كل الميزانيه المتعلقه في فريق توتنهام صرفت على الملعب الجديد. لم يتعاقد ولا بيمر باي صفقات، ومع ذلك تواجد في دوري ابطال اوروبا للموسم القادم للمباراه النهائيه. وكسبوا مين؟ كسبوا اياكس، دي فرقه كويسه جدا جدا منظمه بتلعب كره زي برشلونه كده. ما صرفوش يورو على صفقه. ما انا بقول لك يعني هيقابل منافس قوي منافس عنيد. بس ان شاء الله انا بتمنى ان باذن الله ليفربول يكسب توتنهام. بس انا كان عندي ملحوظه صغيره، انا بتمنى باذن الله باذن الله صلاح ارقام قياسيه، رقمين كويسين جدا كلي هو بس يقدر على المستوى الشخصي. قبل ما تكمل يا كابتن صديق، يقدر يحقق لقب اوروبا زي ما حققه رابح ماجر قبل كده المهاجم الجزائري؟ ما دي بقى اللي انا بتكلم عليها. المباراه اللي جايه مصيريه بالنسبه لليفربول وبالنسبه لصلاح لو هو عايز يحقق بطوله مع فريق ليفربول.
لو اتوفق هتبقى كويسه تحط في السي في بتاعه، والدوري الانجليزي دوري قوي جدا جدا. قدر الله ما حصلش في المباراه النهائيه ان ياخدوا البطوله، انا بتمنى ان هو ينتقل لنادي تاني ياخد خطوه جديده. لان صلاح لما مع ليفربول خد هداف موسمين ورا بعض، فدلوقتي لازم ياخد بطوله. بطوله تحسب له في السي في بتاعه. البطولات فين يا كابتن؟ للامكانيات الاعلى. تمام. ريال مدريد عندهم امكانيات وعندهم يعني فريق بطوله. تتوقع زيدان يطلب دم صلاح؟ بتمنى ان هو ينتقل لريال مدريد عشان يحقق بطولات معاهم. اكيد ليفربول ممكن يحقق بطوله وممكن تبقى العمليه صعبه شويه، مع الريال هيبقى عنده افانتاج لان عندهم امكانيات ماديه وفنيه عاليه جدا. نستنى نشوف 1/6 هيحصل ايه وبعد كده نقرر صلاح ممكن خطته الجايه تبقى فين ان شاء الله. ربنا يوفقه. كابتن صديق نورتني وشرفتني، وكل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. ربنا يخليك يا كابتن محمد، انا كنت سعيد جدا ان موجود مع حضرتك. انا اسعد يا فندم، والحلقه دايما معاك بتمشي بسرعه. الله يحفظك. الله يخليك. ربنا يخليك. توفيقك يا رب باذن الله. اشكرك. شكرا ليك. كانت حلقه مهمه جدا مع الكابتن صديق الجمال، اطلاله وسهره خاصه في رمضان، اتكلمنا عن مشوار النادي الاهلي في الدوري، مباراه الاسماعيلي، كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المباريات القادمه. عندنا مباريات حاسمه، مباريات كؤوس، لكن في ثقه وفي وعي لدى الجميع ان مباراه الاسماعيلي بثلاث نقاط، مباراه المقاولين بثلاث نقاط، وبعد كده ان شاء الله نشوف مباراه القمه وتوقيتها وظروفها، وان شاء الله الاهلي يتوج قبل كاس الامم ببطوله الدوري العام ان شاء الله، عشان تكون بطوله غاليه لكل جماهير النادي الاهلي. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.